اهلا بيكم. على فترات، ممكن تكون يوميه ممكن تكون اسبوعيه، بنقرا اخبار عن فقدان اطفال او خطف اطفال. المولات الكبيره تلاقي فيها الميكروفون الدائم بيعلن عن ان في طفل اسمه كذا ولابس كذا ومش لاقينه، وعلى من يجد هذا الطفل يبادر مثلا بتسليمه لاقرب بوابه امن. عمال تقرا حوادث كتيره. هل نملك الجرأة في البرنامج النهارده ان احنا نقول هل اصبح خطف الاطفال في مصر ظاهره؟ طب مين اللي بيخطفهم؟ طب الخطف علشان يتصلوا باهاليهم وياخدوا منهم فديه، ولا بياخدوا الاطفال يسرحوهم في الشوارع يبقوا متسولين، ولا في حاجات اكبر من كده ياخدوهم قطع غيار بشريه مثلا؟ مش عايز ارعب حد، بس ده بقى ظاهره لدرجه ان في احد المواطنين عمل صفحه على الفيسبوك بتتناول ده، بتتكلم عن ظاهره خطف الاطفال في مصر. في اطفال كتير عماله تتوه. الصفحه اسمها اطفال مفقوده، خشوا دلوقتي على الفيسبوك تلاقوها. احنا النهارده في الفقره الرئيسيه في المصري افندي 360 بنناقش ظاهره، مش هقول لك خطف الاطفال يا عم، اختفاء الاطفال. الولد ينزل يلعب قدام بيته ساعتين ما تلاقوش. هنفتح الملف ده النهارده في انتظار تليفوناتكم، لو ليكم ملاحظات، لو مريتوا بالتجربه دي عايزكم تشاركونا بالراي وتقولوا لنا ليه. ناخدكم بقى من خطف الاطفال ونطلع على سوريا. سوريا وما أدراك ما سوريا. سوريا تكاد تكون الدولة العربية الوحيدة اللي لو مسها أي سوء تلاقي المصريين يتلموا حوالين التلفزيون يعرفوا فيه إيه. في ارتباط تاريخي بين مصر وسوريا، حتى إن عبد الناصر لما فكر يعمل وحدة مع دولة اختار سوريا. سوريا تاريخ كبير، رغم إن سوريا مش لازقة فينا في حدودنا بالمناسبة، يعني كان ممكن يعمل وحدة مع ليبيا، مع السودان، طبعا كان في اتحاد الجمهوريات العربية الثلاثة المشتركة والكلام ده، وكل ده طلع في الآخر فنكوش. بس سوريا ألم عند المصريين بقالها كام يوم، ألم خاصة إن كان في زيارات لوفود عربية، آخرهم زيارة الرئيس السيسي وملك الأردن، ثم فجأة بعدها وجدنا أمريكا في عهد دونالد ترامب اللي ما كانش بيفكر إنه يعلق بشكل سلبي على حكم بشار الأسد، لكن حدث ان في اطلاق صواريخ 59 صاروخ توماهوك على احد المطارات في سوريا. الكلام اللي بتتكلم عنه الاداره الامريكيه ان بشار الاسد استخدم اسلحه كيماويه لاباده شعبه. هنا دايما لما تسمع حاجه من الاداره الامريكيه وبتتكلم في اسلحه كيماويه لازم يجي التاريخ في دماغك، لازم تفتكر ما قيل قبل كده في عهد بوش الابن عن صدام حسين. وارد يكون بشار عمل كده، وارد، انا مش بنفي ولا باكد، بس السؤال هل جرى التحقق من ذلك قبل الضرب؟ الضربة حصلت فعلا وتباينت ردود الافعال في الثلاث ايام اللي فاتوا. الموقف المصري طلع بيان من صادر عن وزاره الخارجيه، راي الشخص كمواطن كان احسن له ما يطلعش البيان ده. يعني احنا متعاطفين مع الشعب السوري ولينا موقف، والموقف ده عامل مشكلة بيننا وبين دول الخليج تحديدا السعودية. السعودية طبعا أيدت الضرب. مصر لسه الرئيس المصري راجع من واشنطن، يعني هيبقى فيه حسابات سياسية مركبة ومعقدة، ولكن الضرب حصل. دونالد ترامب عايز يبعت رسالة لمين ويقول ايه؟ وهل القصة فعلا ان انت يا إدارة أمريكية خايفة قوي على ضرب شعب سوري بيطحن بقاله 6 سنين؟ طب ما انت كنت فين في ال6 سنين؟ لسه في جريمة حاصلة في الموصل في العراق، طيران قتل مئات، فين ده؟ ويتقال لك بالخطأ. المفارقة اللي أنا عايز أقولها لك أنه تم تحديد بدقة الهدف السوري وتم ضربه. الله، ده احنا بنعرف ننشن صحة. طب اشمعنى ما بنعرفش ننشن طوال 3 سنين في حرب امريكا على داعش في العراق؟ طيران طايش، صواريخ اي كلام،
لكن ان انت تلاقي اهداف محدده، امريكا مثلا تعلن او البنتاجون يعلن بان في مثلا 3 اهداف تم قصفهم اليوم وهي دي الاهداف اللي احنا عاوزينها، ابدا. داعش كله في شنك. لكن عند سوريا قصه مختلفه. تقريبا كل مخابرات العالم موجوده على الارض السوريه. مش هضيف لك جديد وانت متابع هذا الملف، في صراع كبير. اختلف مع بشار الاسد، حاكم دموي. قل ما تشاء. بس اذا سقط حكم بشار كارثه. سوريا غير انها تختفي مع الخريطه، سوريا قريبه جدا منك. الدواعش والارهابيين والجهاديين المتطرفين هيبقوا موجود كده على مرمى بصر منك. علشان كده احنا لازم نسند النظام السوري. ليس حبا في النظام، ولكن على الاقل من اجل المصلحه القوميه العليا. عايز اقول لك وانت بتتابع هذا الملف لازم تعرف مثلا ان الشركه او المصنع المنتج للصواريخ اللي اطلقت على سوريا توماهوك اسهمه في البورصه ارتفعت. وزارة الدفاع الأمريكية كانت شارية ب4 مليار دولار صواريخ من المصنع المنتج السنة اللي فاتت. فالسنة دي المصنع بني أمال إن الإدارة الأمريكية تشتري منه. الصاروخ ب500,000 دولار. أمريكا إيه؟ 60 صاروخ في 30 مليون دولار ده سعر التكلفة، غير طبعا التكاليف الضرب والكلام ده والحاجات دي. عايز تقنعني إن رجل الأعمال ترامب دافع الضرائب الامريكي ثمن هذه الصواريخ؟ الاجابه لا. من دفع فاتوره ضرب المطار السوري؟ هي التكلفه في حدود 1 مليار دولار. بس عايز اقول لك من دفع هذه التكلفه؟ لو تسالني ساعه الجد انا ارى بشكل يعني خاص وتحليلي انها عواصم عربيه دفعت الفاتوره على طول. ترامب مش هيدفع حاجه، ترامب اعلم من اول يوم ابجني تجدني يعني. وده بيزنس مان، هو ده شعاره وهو ده منطقته. وانت بتتفرج وبتتابع الاحداث انا عايز ده يكون في الخلفيه عندك في التحليل. انا مش جاي اقول لك تحليل سياسي عميق ولا مش عارف الصراع الاستراتيجي في المنطقه، ما كل ده انت عارفه وحافظه احسن مني واحسن من 100 واحد. بس انا بخليك تبقى مصحصح في القصه. 1، الدقه في ضرب الهدف، ده ما حصلش في العراق. 2، من سيدفع الفاتوره. 3، بيان مصري كنت أتمنى الله يصدر من الأساس. الضرب حصل بعد زيارة وفود عربية لواشنطن. وانت قاعد بتتابع ده وعينك مركزة في سوريا، لازم أخدك ونطلع على أثيوبيا. أثيوبيا زارها الرئيس السوداني عمر البشير الأسبوع اللي فات. عادي، رئيس دولة أفريقية بيزور جارته الدولة الأفريقية. بس اللي مش عادي بقى، تعالى اسمع ماذا قال رئيس وزراء اثيوبيا لعمر البشير. مرحبا بك يا رئيس السودان في اثيوبيا ارض المنشا، ارض المنشا. ارجوك ركز معايا في ده. خلي بالك زياره عمر البشير لاثيوبيا جايه قبل تشغيل المرحله الاولى من سد النهضه، وجايه بعد اجتماع عنيف بين وزراء حوض النيل حول سد النهضه، وجي عقب اجتماعات القمة العربية في البحر الميت وتناقش فيها هذا الملف. أثيوبيا أيضا بتحتفل اليومين دول بالذكرى 6 لإطلاق مشروع سد النهضة. يعني خلي بالك المفاوضات على سد النهضة بين مصر وأثيوبيا والسودان في مفاوضات ثلاثية. ضلعي المثلث دلوقتي قاعدين مع بعض، عمر البشير ورئيس وزراء أثيوبيا. أنت متخيل الكلام ده؟ يعني عمر البشير كان واخد وفد كبير جدا يعني هناك، بيتكلم على ان الامن القومي الاثيوبي جزء من الامن القومي السوداني. تخيل. طيب اذا كانت العلاقات بهذه الجوده ما بين الرئيس السوداني ورئيس وزراء اثيوبيا، لماذا لم يساعد عمر البشير مصر في ازمتها مع اثيوبيا؟ ليه؟ ده سؤال لازم نتوقف امامه. إذا كان الأمن القومي الأثيوبي جزء من الأمن القومي السوداني، إذا كانت الاحتفالات قدامكم أهي اتعملت يعني احتفال كبير، احتفال غير مسبوق للرئيس السوداني، احتفال كبير جدا جدا. والرئيس السوداني قال شعرا في
رئيس وزراء أثيوبيا. عليك ان انت تتوقف وتسأل ماذا بين مصر والسودان. المفارقة بقى ان الرئيس السوداني خلص رحلته من أثيوبيا ورجع الخرطوم. صدر بعدها بساعات معدودة قرار من الخارجية السودانية بيقول ان المواطنين المصريين لازم يدخلوا السودان بتأشيرة من عمر 15 لحد 49. خلي بالك برضو الأمانة تقتضي ان انا اقول لك ان مصر واخدة قرار بده بالنسبة للمواطنين السودانيين، لكن بتستثنى من هم فوق الـ50. ما بين الموقف الأثيوبي السوداني وما بين ما جرى في سوريا لازم نسمع تعليق من مفكر سياسي كبير بحجم وقامة دكتور مصطفى الفقي، يدينا تحليل رزين وعميق بعيدا عن الانفعالات. مساء الفل دكتور مصطفى. مساء الخير يا استاذ محمد. عاوز اعرف من حضرتك اول حاجه تحليلك السياسي للضربه الامريكيه على سوريا. يعني هذه الضربه هي من الامور التي يمكن ان تدعم في المرحله الاولى موقف الرئيس الامريكي الجديد ترامب، على اعتبار ان سلفه اوباما كان مغلول اليدين ولا يستطيع ان يتخذ مبادرات ولم يقم بعمل عسكري له قيمه. الامريكان كما تعلم عبده القوه ويؤمنون بان مثل هذه التصرفات الجسوره تضفي عليهم هاله وقيمه. فهي اول اختبار لترامب في مواجهه ازمه معينه اعتبرها عدوان سافر باستخدام الاسلحه الكيماويه كما يرى، وبالتالي هي تخدم وضعه داخليا في ظل الظروف المعقده التي تجعل مقعده حتى نفسه مهتزا بحكم المقاومه الداخليه والرفض الخارجي. الامر الثاني هو محاوله لاقحام الولايات المتحده الامريكيه بدور فاعل في الازمه السوريه، لان في الاجتماع بتاع الاستانا لم تدع الولايات المتحده الامريكيه او دعيت كمراقب ولم تاتي. وبالتالي كان لابد ان يستعيد هذا الدور. ثالث حاجه والاهم، يريد ان يقول للجميع انه ليس حليفا مطلقا لبوتين، وان ما اشيع من اتهامات وملاحظات في اثناء الانتخابات وبعدها عن علاقات وثيقه مع موسكو ليس صحيحا، بدليل انه يقوم بهذا العمل ويضرب حليفها المباشر ويتخذ موقفا سياسيا مختلفا 180 درجه مع الموقف الروسي. فاذا هناك مبررات كثيره تحيط بهذا الموضوع وتجعل هذه الضربه مخرج امريكي يخدم اكثر من هدف واحد بخطوه واحده. هذا بالنسبه للوضع في سوريا. طب عفوا، هل دي هتبقى طلقه اولى واخيره ام ستعقبها تتوقع طلقات اخرى؟ لا اتوقع طلقات اخرى، اعتقد ان هي ضربه تحذيريه في ظل هذه الظروف. الولايات المتحده الامريكيه تقول انا هنا، رونالد ترامب يقول انا رئيس جديد انا هنا ايضا. و يعني لا اعلم لماذا وقع هذا الخطا. السوريين بيقولوا احنا كنا بنضرب معهد المخازن بتاع داعش، هو اللي فيه غاز كيماوي فادت الى ما حدث. تعرف ان الغاز الكيماوي مجرم تماما من اسوء انواع الموت والقتل. حتى مصر انت عارف خدت موقف تاريخي بألا تنضم الى اتفاقيه الاسلحه النوويه، الاسلحه البيولوجيه اللي هي الكيماويه على الاطلاق. البيان الصادر عن وزاره الخارجيه المصريه تعليقك عليه ايه؟ يعني انا كنت اتمنى لو استهل بدباجته قائلا نحن نتفهم هذه الخطوه لو ثبت ان نظام بشار الاسد قد استخدم غازات سامه او اسلحه كيماويه، وندعو في ذات الوقت الى ضروره، وده بيان على الحته دي بقى، الى التعاون الروسي الامريكي لحل المشكله. لان انت لا يخفى عليك يا استاذ محمد دلوقتي انه حل مشكله سوريا ليس بعيد عربيا. من الذي جمد عضويه سوريا في الجامعه العربيه؟ دي خطيئه كبرى. حتى لو كان نظام مدان، نحن لا ندافع عن بشار الاسد ولن ندافع، انما في النهايه بندافع عن وجود الكيان السوري، الدوله الوطنيه السوريه برمزها حتى ولو كان مرفوضا. نعم، دي نقطه خطيره وقع فيها العرب فاستبعدوها. فاصبح الحل الان في ايد ايران وروسيا وتركيا، والعرب كالايتام على مائده اللئام ينظرون ولا يفعلون. هل هذا امر طبيعي؟ احنا غلطنا من الاول كعرب ودعمنا تنظيم داعش. عايز اقول مين اللي دعمه؟ دعموه بالاموال والسلاح، وكانت النتيجه هي كيفما حدث بعد ذلك.
طيب فيما يتعلق بزيارة الرئيس السوداني لأثيوبيا، هناك استقبال تاريخي أثيوبي للرئيس السوداني، طلع تصريحات منها مثلا أن الأمن القومي الأثيوبي جزء من الأمن القومي السوداني، علاقات قوية بين الطرفين. أنا بتساءل كمواطن مصري، إذا كان البشير يملك هذه العلاقة مع أثيوبيا، لماذا لم يساعد مصر أثناء إدارة ملفها، ملف سد النهضة مع أثيوبيا؟ أنا أعتقد كمراقب للأوضاع في السودان من يوم ثورة الإنقاذ 1989، وكنت أنا من أبلغ الرئيس بحدوث هذه الثورة، أشعر منذ ذلك الوقت بأن الرئيس عمر البشير هواه غير مصري على الإطلاق، هواه غير مصري، بينه وبين مصر تراكم تاريخي، وهو لا يضمن لهذا البلد محبة في أعماقه. شوف صدر المهدي اختلف معنا سياسيا كثيرا، ولكنه يجد في قلبه محبة لمصر. السودانيون نوعان، نوع استجاب للعقد التاريخية والحساسيات التي صنعها البريطانيون ويجسده عمر البشير، ونوع آخر ارتفع فوق هذا ورأى في مصر امتداد طبيعي واستراتيجي لدولة السودان وارتبط بها. دول الوحدويون تاريخيا، حتى ما بنقولش الوحدة بقى، الذين يرون أن علاقات مصر والسودان يجب أن تقوم على التكامل والإخاء والاندماج. عمر البشير ليس في هذه أفكاره على الإطلاق. هو الذي هوى هوا مش مصري ولا هوا لا هوا مش مصري. لا يعني ما بقدرش أقول، لا هو جبهة إسلامية طبعا قريبين من الإخوان. لكن حتى بغض النظر عن هذا، هو عندنا عن هذا يعني، هو في سنة حكم الإخوان عامل إيه؟ ما لم يتغير كثيرا. ظل على ما هو عليه. طب أنا كمواطن مصري أو كإدارة مصرية أقلق من زيارة البشير لأثيوبيا؟ لا، أشوف هذه الزيارة من حقه أن يزور طبعا، ولكن زيارته كان فيها كده بعض المشاعر الكيدية، كأنه يقول لأشقائه في الشمال أنا داعم، وهو الذي روج لفكرة أن السد مفيد للسودانيين في المياه والكهرباء، وجعل نفسه طرفا مع إثيوبيا في مواجهة مصر. هذا الوضع كان مستغربا، طول عمرنا شركاء في المياه ولنا موقف موحد، حتى اتفاقية 59 كانت بيننا وبينهم. وبالتالي عندما نأتي الآن ونراجع الاتفاق الإطاري واتفاقية عنتيبي ونقول يمكن تعديلها والانضمام إليها أو إيجاد اتفاقية بديلة لها، يأتي عمر البشير ليتخذ هذه المواقف، لا أستطيع أن أعفيه من سوء النية على الإطلاق. هذا أمر غير مسبوق في العلاقات القوية والمتينة بين البلدين الشقيقين والشعبين الشقيقين، ويشبع زي أنت ما قلت ويتبع هذا مباشرة بقرار فرض التأشيرة على المصريين. نعم، هذا يؤكد أيضا أن الموضوع كله يأتي في إطار انعدام الهوى، انعدام المحبة بينه وبين مصر، مهما تظاهر بغير ذلك أفعاله تدل على ذلك طوال المدة، مع أنه لما قدم للمحكمة الجنائية الدولية وقفت مصر إلى جانبه. نعم، شعبا وحكومة، ورفضت ذلك تماما وقالت الأولى بهذا مجرم الحرب في إسرائيل وغيرها وليس رئيس دولة السودان. إنما هناك مشكلة حقيقية بيننا وبين مجموعة الجبهة الإسلامية في السودان وعلى رأسها عمر البشير. المفكر الاستراتيجي والباحث السياسي والكاتب الدكتور مصطفى الفقي، شكرا حضرتك على مداخلتك القيمة. وانت برضو بتتابع الأحداث دي اليومين اللي فاتوا، مش هننسى هذا الحادث البشع اللي حصل في منية الناصر في ديكيرنس الدقهلية. شاب جميل 28 سنة سافر السعودية، اشتغل كام سنة، حب بنت عندها 21 سنة وقرر انه يتقدم لها، حوش القرشينات ورجع علشان يتجوزها، عملوا فرح جميل والعروسة لبست وتزينت وجابوا العربية ولزوا عليها الورد، السواق راكب وجنبه صديقة العروسة والعريس والعروسة في الكنبة اللي ورا، خلاص رايحين يحضروا الفرح في الكوشة وساعتين ويتزفوا وتبدأ حياة سعيدة ليهم. طريق موت، طريق موت في منية النصر الدقهلية، العربية بالعروسين غرقت غرقت غرقت، لأن أنت أنا مشيت على الطريق ده، كنت مرة من كام سنة في حالة عزة هناك، طريق موت مرعب يعني، طوله حوالي 50 كيلو متر. عايز أقول لك
الطريق ده مثلا انا كنت فيه حوالي من 10 سنين، يعني كان فيه كم محافظ جه لمحافظه الدقهليه ما فكرش يعمل ازدواج لهذا الطريق، كم عضو في البرلمان مجلس شعب وشورى ما فكروش يعملوا ازدواج للطريق، كم وزير نقل جه ما فكرش يعمل ده، تخيلوا. والنتيجه الحادثه البشعه اللي حصلت في منيه النصر في ديكرنس يوم الخميس اللي فات، وصور العريس والعروسه اللي اتعرضت على الشاشه معاكم، امر محزن. معايا الاستاذ رياض نمير نقيب المحامين بديكرنس. مساء الفل استاذ رياض. مساء النور يا استاذ احمد. عاوز اعرف من حضرتك، احكي لنا واحكي للساده المشاهدين ايه طريق الموت اللي عندكم ده في منيه النصر. طريق الموت ده محمد عباره عن طريق موجود بيخدم بالظبط ما يعادل ثلثين محافظه الدقهليه، ثالث اكبر محافظه كثافه سكانيه في الجمهوريه. يعني ثالث اكبر محافظه هي محافظه الدقهليه. الطريق ده تقريبا حوالي طوله 40 كيلو. الطريق ده يا فندم بيخدم بالظبط هو الباب الوحيد او المنفذ الوحيد لثلثين محافظه الدقهليه. طريق عرضه لا يتعدى حوالي 8 متر او 10 متر. طريق بيتم التعامل عليه يومي من كافه الطبقات من كافه الفئات وكافه انواع السيارات. لا لا لا، وغير السيارات والبني ادمين، بعد البيوت بتبعد عن الطريق بالظبط 40 سم، يعني من الناحيه الشمال البيوت 40 سم ومن الناحيه اليمين البحر. يا الله. يعني وحضرتك ماشي على الطريق على شمالك بالظبط 40 سم. انت بتتكلم بالسنتي. انا بالسنتي بالظبط، مش يعني مش 50 سم، انا بقول 40 سم تحديدا، وانا بقول الناس بقى رايحه جايه وعارفه عليه، وعلى اليمين بالنسبه لك البحر. ما عندكش خيار ثاني. الطريق ده حضرتك كل الساده النواب واعضاء مجلس الشعب اللي تقدموا للترشيح لانتخابات مجلس الشعب، حضرتك الطريق ده عليه 8 نواب مجلس 8 نواب. نعم. يعني عليه اربع مراكز، كل مركز له 2 نواب، يعني 8 نواب. كل نائب من 8 نواب فكر يترشح لانتخابات مجلس الشعب، اولى اولوياته اولى برنامجه طريق الموت، طريق ده. لكن ما عملوش حاجه طوال سنوات كتير، من 50 سنه بنناشد وبنقول شبابنا بتقول. حضرتك على فكره الواقعه اللي حصلت دي، معلش مع احترامي، في قبلها السنه اللي فاتت ابشع من كده. ميكروباص بس عارف دول علشان بس عريس وعروسه وبيبداوا حياتهم. لا لا، ابشع من كده. لا حضرتك دي الواقعه تم تصعيدها اعلاميا، بس الاعلام بدا يشوف عليها. لا احنا عندنا كوارث يوميه، كوارث عندنا يوميه. ميكروباص لا عندنا ميكروباص السنه اللي فاتت. هل 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 السيد محافظ الدقهليه احمد الشعراوي جه زار الضحايا اهاليهم، وعد ببناء يا محمد دي كلها كلام ورسائل كلها، مع احترامي للسيد المحافظ هو لسه برضه جاي جديد، الزيارات والكلام ده كله احنا مش محتاجين زيارات، احنا محتاجين تواصلوا يا شباب مع محافظ الدقهليه. محتاجين خطه عمل. بيقولوا لي كلمناه وما بيردش. نعم. لا مش هيرد. السنه اللي فاتت ميكروباص محمل ب 14 طالب في كليه طب نزل البحر كلهم ماتوا. يا الله. لا يا فندم احنا في ماساه، احنا في كارثه، ما حدش بيسمعنا، في قمه العجز ان احنا نقف النهارده على الطريق. بص حضرتك انا بصراحه محمد بيه بالطريقه، سياسه الدوله النهارده انت بتعملي طرق رئيسيه وكباري كبيره، جميل شيء عظيم، بس انا اوصلها ازاي؟ يعني انا اطلع. بص خلينا نروح على طول للمؤسسه العسكريه للجيش، في الوقت اللي الجيش عامل فيه 7000 كيلو طرق من افضل الطرق، وهم بصراحه اللي بيحلوا دلوقتي. خلينا نقول للجيش فورا لو سمحت اعمل لنا ازدواج في هذا الطريق. الحقونا احنا بنموت، شبابنا بتموت كل يوم، كل الشباب يوم بيموتوا الشباب يعني. لا حقيقي والله. خلينا نناشد الفريق صدق صبحي، ما انا هعمل ايه؟ يا ريت اسمعونا. انت هتكلم مين بقى النهارده؟ يعني ده طريق موت، بقول لك انا مشيت عليه. لا مرعب مرعب مرعب، خطير والله. ده يعني. في ابشع من كده كمان يا فندم، ابشع من كده ازاي؟ النهارده انت النهارده بتتكلم. طب لا لحظه، سيبك بقى من ان احنا نقعد نرغي ونتكلم. هل خدت وفد طلعت على وزير النقل رئيس الحكومه وعملت وقفه احتجاجيه؟ يعني من حقكم تعبروا عن غضبكم. طبيعي يا فندم ان احنا بنتكلم ان احنا عاوزين نعمل وقفه احتجاجيه ونعمل كل الكلام ده كله كاتحاد شباب، فكرنا ان احنا نقف نتكلم ونناقش مع بعض ونقابل المسؤولين، بس نكلم مين؟ سيد المحافظ لسه مستلم دلوقتي، انتوا مش في الخطه. يعني الصلاحيه مش هتبقى في ايد السيد المحافظ؟ طبعا في سيد المحافظ، وفي بالفعل مشروع. بس ازاي قال لك مش في الخطه ودي ارواح ناس؟ يعني ده ارواحكم. لا ارواحنا ومحدش شايفنا اصلا. لا عايز اقول لحضرتك لما عمل الطريق وازدواجه مش في الخطه، اللي هي ارواحكم، امال ايه اللي في الخطه؟ يعني لا لا الغريب كمان يا فندم، الطريق نفسه حضرتك يعني النهارده الجيش عمل لنا ابداعات بصراحه، عملنا طريق صندوق الجديد ده، عملناها شويه كباري بصراحه، فكلنا الدنيا من فوق. بالظبط مشبهها لايه يا فندم؟ انت عندك 10 سلالم، انا عايز اطلع الدور الاول، انت عملت لي الخمس سلالم اللي من فوق لتحت،
نعم. الخمسه بقى اللي من تحت لفوق اطلعهم ازاي؟ اوصلوا ازاي؟ يعني الطرق الجديده داري الاختيار. خليني اولا بشكرك استاذ رياض نمير نقيب المحامين بذكرنا بالدهاليه، وخلينا نناشد واتمنى ان اجد استجابه عاجله من السيد وزير الدفاع الفريق صدق صبحي. اهالي دكرنس منيه الناصر بدكرنس بيستغيثوا بيكم بانكم تعملوا لهم هذا الطريق بالاضافه لل 7000 كيلو طرق على اعلى انواع الجوده. فعلا انتوا عملتوها صح زي ما الكتاب بيقول، لان انت هتروح لمحافظ هتروح لوزير ده ما بيحبوش يعملوا مداخلات. يعني خلونا نطلع فاصل قصير وبعد الفاصل نواصل معكم. الواحد ما بقاش عارف يوجد تفسير لحوادث بتحصل في مصر بشكل متلاحق. انا عارف ان احنا 100 مليون ممكن تطلع فيه جرائم تهز دماغك، لكن ينفع كل ساعه الواحد عمال يقرا عن حوادث وعنوانها كده الهوس الجنسي عند قطاع من المصريين؟ يعني وصلت كمان الخيابه وقله الايماء. عيال في ابتدائي، طفل في ابتدائي في خمسه ابتدائي خد تلميذة في تانية ابتدائي ودخل بيها دورة المية وقلع لها ملط، حاول يتحرش بيها، يتحرش بيها ايه؟ حاول يغتصبها. انت عارف يعني ايه خمسة ابتدائي؟ يعني لم يبلغ. يعني هقول لك ايه على الهوا؟ ازاي جه ده في باله؟ شاف ده فين؟ يعني ايه اللي بيشوفه هذا الطفل، طفل 11 سنة، عشان يفكر في اغتصاب زميلته اللي هي فين؟ في تانية ابتدائي. البنت صرخت، البنت صرخت. لما البنت صرخت المدرسين جريوا وطلعوا البنت والولد، والولد قالوا له عيب كخ على ايدك والكلام ده. بس التلاميذ اصحاب البنت راحوا اشتكوا لامها، قالوا لها، امها جريت، الناظر قال لها ما تشوشريش على بنتك بقى، خلاص لم الليله ودي بنت وعرضك والكلام اللي انت عارفه ده. الام الشجاعه لا راحت عملت محضر. ده بيحصل النهارده، لازم نوجد له تحليل. انت فاكر من اسبوع كنا بنتكلم على 500 واحد بيتحرش بفتاه، احنا وصلنا للاطفال اللي ما يعرفوش يعني ايه جنس. النهارده تلميذ في خمسه ابتدائي. طب ده لما يبقى بقى شاب بغل كده عنده 20 سنه 25 سنه، ده هيمشي طايح بقى في الشارع؟ جاب ده منين؟ جاب ده منين؟ ده حاصل بالمناسبه في وقت، شوفوا الشذوذ وصل لحد فين. حيوان آدمي 28 سنة بيغتصب بنته 10 سنين، بيغتصبها مش مرة، عشرات المرات. البنت 8 سنين، لما أبو هذا الوحش طرده من بيته خد البنت وقرر اغتصابها في الجامع، في دورة مية في جامع، في جامع. البنت اشتكت لمين؟ لعمها، قالت له حشني من ابويا، ابويا بيعمل معايا حاجات وحشه. مش فاهم. البنت راحت وعمها خدها للبوليس، البوليس جاب الراجل من فجره اساسا، لما خلفها ما سجلهاش، يعني قال لك لا مش بنتي. طب وده يبرر اي حاجه؟ يعني حيوان ادم في النهارده النيابه مثلا في المنيا قبضت على مدرس ابتدائي تحرش بتلميذة ابتدائي، يعني حاول يغتصبها وهو بيديها الدرس. البنت عندها كام؟ 9 سنين. المدرس عنده كام؟ 27 سنة. تخيل. خلوا بالكم بقى، يعني ما تأمنش، ما ينفعش تقول ده المستر قاعد مع بنتي لا لا لا، الكلام ده لازم يبقى في الصالة، لازم النور يبقى مولع، لازم رجل رايحة جاية، يعني لازم نتعلم بقى. ما بنشككش، ما بقولكش القاعده كده، اكيد ده استثناء لشواذ في النفوس، بس الهوس ده يتطلب مننا كده، يتطلب ان انت تخاف، ما تقفلش باب على مدرس او مع اي حد مع بنتك وتقول ده عيله. مين اللي هيبص لعيله 9 سنين يا راجل؟ مش في حيوان لسه مغتصب رضيعه تعمل بتبيع على روحها؟ ده بيحصل.
الحوادث دي بالمناسبه كلها حصلت في 48 ساعه اللي فاتت. المدرس اللي اللي حاول يغتصب تلمسته. طيب في المطريه بقى قصه ابشع. شاب راح يتحرش ببنت. فين؟ طبعا اللي بيتحرش مش فارق معاه اي حاجه، هو خلاص حيوان في حاجه في دماغه. شاب عنده 20 سنه. البنت منقبه. منقبه. طب ايه اللي اثاره فيها يعني؟ يعني ده مش مبينه اي حاجه. طب كنا في الشرقيه قال لك البنت ماشيه عريانه، طبعا مش عريانه ولا حاجه. وده مش مبرر اساسا، مش مبرر انك ماشي واحده لابسه اي لبس ان انت تتهجم عليها، انت مش حيوان طلوقه في الشارع كده. فالمهم الحيوان الادمي ده ال 20 سنه تحرش بالفتاه امام مسجد في المطريه. اهل المطريه وابو البنت عقشوا الولا، خدوه جوه عماره وفين يوجعه. في الشرقيه 500 بلطجي تحرشوا بفتاه. في المطريه بقى مئات المواطنين خدوا هذا المجرم وفين يوجعك. تعالوا نشوف التقرير ده عن الحادثه اللي حصلت في المطريه. حرش بواحده بنت الشيخ ده اتحرش بيها في السوق. حدث كمان واحده يا ابني اهو. حرش بيها اهو. صحابيه. منتجر وراه منه كلهم وضربوه والناس اتلمت ومش عايزه تمشيه واتكتف واتكتف وكتفناه وبتاع. قالوا اي حاجه بتحصل بص المنطقه هنا ايد واحده. منطقه شعبيه. دي منطقه شعبيه يا ماما. اي حاجه بتحصل حريقه حرامي حادثه بص ده الدنيا اتجمهرت عليهم هنا. ده بيحصل. طب هل هننطفت لده بقى ونناقشه ونشوف والكلام ده وقضايا التحرش مستمره بشكل كبير، ولا نحط راسنا في الرمل؟ عايز اقول لك احنا بقينا بنسجل رقم واحد في العالم في قضايا التحرش الجنسي، رقم واحد. في حاجه حاصله لازم نحط ايدينا عليها. ايه الاسباب؟ واحنا واخدين مركز متقدم في ايه؟ في الدخول على المواقع الاباحيه. عندي بكره فقره مهمه في البرنامج عايزكم تشوفوها. وبقول يعني بما ان احنا واخدين هذا المركز المتقدم في المواقع الاباحيه، فكنت قريت تقرير ان المواقع الاباحيه دي حتى لو انت داخل باكونت فيك يعني كاذب، لا هي بتعرف تجيبك وتتصرف معاك وممكن تبتزك. عامل لك فقره توعيه للي بيدخلوا على المواقع الاباحيه. لكن احنا لازم فعلا المجتمع ينتبه للكلام ده، ما تنفعش الحاجات دي تتساب. بس تخيل بقى في الوقت اللي احنا عندنا هذه الكوارث والقضايا وعندنا مشاكل في المجتمع تتعلق بالهوس الجنسي او التحرش، يعني خلينا الاول ناخد مداخله من رضا من شهود العيان بتاع حادثه المطريه. مساء الفل استاذ رضا. مساء الخير يا باشا. عملتوا ايه في الولد المجرم ده اللي كان عايز يتحرش بالبنت؟ احنا حضرتك جرينا وراه. ابوها البنت راحت نادت لابوها فروحنا جارين ورا منه. امسك حرامي امسك حرامي مسكناه. ابوها جه بقى قعد يضرب فيه والناس قعدت تضرب فيه وخدناه كتفناه. فالناس بقى يعني استضعفت يعني. طب قول لي البنت عندها كام سنه؟ البنت عندها كام سنه؟ لا عندها بتاع 15 سنه. 15 سنه كانت لابسه ايه؟ ده لابسه ده ابوها راجل شيخ متدين. ابوها راجل شيخ. مش انتوا سلمتوه للنيابه في الاخر؟ لا ما سلمناهوش بقى. يعني ضربتوه ومشيتوه؟ الناس بقى يعني الناس بقى اللي يعني ابوها راجل بتاع ربنا وبتاع اللي قاعد يقول له اللي قاعد يقول لابوها خلاص وبتاع. هو صراحة مات يعني مات. طب رضا وانت من المنطقه هل دي اول حادثه ولا في حوادث بتحصل قبل كده؟ لا 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 ده هي دي اول حادثه هنا، دي اول مره تحصل هنا. هنا مفيش اي حاجه بتحصل هنا عشان كويس يا رضا ان انت قمت بالواجب. بشكرك رضا بشكرك. بس انا عايز اقول لكم وده حاصل وده منتشر اهو. انا جايب لك كام حادثه كده بقول لك حاصله في الكام ساعه اللي فاتوا في الوقت ده. بدل ما يطلع مثلا داعيه كده يدعو الشباب الى الفضيله، الى ان احنا البنت دي اختك، انك تقلل الدخول على المواقع الاباحيه، انه يطالب الدوله والحكومه والمستثمرين والاغنياء بتيسير الزواج على الشباب، ال 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 حاجات كتير نتكلم فيها. لكن لا.
الداعية السلفي سامح عبد الحميد كان ليه وجهة نظر خالص مختلفة خالص عن كل اللي فات، في حاجة تانية خالص ملوش علاقة لا بهوس جنسي ولا البت اللي اغتصبوها ولا التلميذ اللي قلع البنطلون في دورة المية ولا الكلام. إيه اللي شغل دماغه؟ إن عيد اليتيم ده يوم اليتيم حرام. عارفين إن إحنا في أول أيام أبريل، 1 أبريل على ما أذكر، 2 أبريل بنحتفل بحاجة اسمه يوم اليتيم أو عيد اليتيم. أول جمعة من أبريل عيد اليتيم، يعني إن إحنا بنذكر بعض. وأنا بحضر بالمناسبة حفلات لبعض الجمعيات الخيرية، حفلات لجمعيات خيرية إن إحنا بتدعم فيها الأطفال اليتامى دول وبتاخد بحسهم وبتكرمهم. تعالوا خلينا نسمع وجهة نظر الداعية السلفي الأستاذ سامح عبد الحميد حمودة. أهلا بيك أستاذ سامح. أهلا حضرتك، زي الحال. أنا عاوز أسألك سؤال، لو أنت متابع الحلقة أنا عمال أتكلم عن كم حادثة اغتصاب وتحرش في الساعات القليلة الماضية، تخيل بقى أن حضرتك تسيب كل الكوارث اللي حاصلة في المجتمع وماسك أن المصريين مخصصين يوم بيحتفلوا بيه في اليتيم وبتقولوا اليوم ده حرام. تمام. أولا يعني أنا رأيي مش في حاجة كده، الترتيب أولويات ولا أي حاجة؟ طبعا الأهم في المهم طبعا. طيب طيب انا اولا تناولت الاهم دوت اللي هو التحرش والاغتصاب، وكان لنا حلقه طويله 3 ساعات مع وائل ابراشي كنت ضيف وغيره، واتكلمنا باستفاضه عن الظاهره ديت من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه المجتمعيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه القانونيه كمان. وبعدين قلنا بلا شك ان بس انت القيت المسؤوليه في الحلقه دي على ملابس الفتيات. لا ما حصلش يا فندم، انا قلت بالتوصيل جمله واحده بس هي بان عليها الحلقه كلها. ايه هي الجمله؟ الجمله يا فندم عباره المتحرش مجرم سواء كانت البنت لابسه او مش لابسه او لبسها مثير، ولكن ادي النقطه، ولكن البنت فعلا عليها بعض اللوم، ده اللي انا قلته. فالبنت المفروض في ظل الركود الاقتصادي وتاخر سن الزواج والكلام ده كله عليها برضو ان هي تراعي اداب المجتمع، لان التبرج الفاحش والسفور الفاحش بلا شك بيثير هذا الشباب المتاخر عن الزواج. والحيوان اللي اغتصب رضيع عندها 18 شهر ده كانت عريانه ولا كانت لابسه بامبرز؟ انا قلت برضو حضرتك ان دي ظاهره نادره جدا ما بتحصلش في المجتمع المصري خالص، وزي ما القاضي وزي ما الدفاع بتاعه بيقول ده مريض نفسيا وكان في مستشفى الامراض النفسيه والعصبيه، فده اساسا رضيعه لا تشتهى اصلا، هل اللي اثاروا فيها البمبرز مثلا؟ فيعني ديت حاله من مش المفروض نقيس عليها، لان في اصول فقه الشاذ لا حكم له يا استاذ والنادر لا حكم له، فديت المفروض طيب مش طلع لي من اصول الفقه تحريم نص شرعي لانه لا تحريم الا بالنص، بيقول ان يوم اليتيم او عيد اليتيم حرام. تمام. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المدينه فوجدهم يحتفلون بيومين، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا يومان كنا نحتفل بهما في الجاهليه، بيلعبوا فيهم بيحتفلوا بهم بس مش بيعبدوا بهم اصنام ولا حاجه يعني. فقال نهاهم النبي وقال ان الله ابدلكم بهما عيد الاضحى وعيد الفطر، فحتى لان لا نتشبه بالجاهليه ولا نتشبه بالاعياد الغربيه. وبعدين يا استاذ الاعياد دي كلها مستورده لسه جايه جديد من سنوات قليله. وبعدين اللي انا بقوله ان احنا الحمد لله يعني كسلفيين وحضرتك برضه كلنا بنتابع السلف وحضرتك راجل برضه بتتابع السلف وكده، يعني في عندنا حضرتك بتتكلم على المظاهر والشكليات والاصول، لا انا برضه بقول لحضرتك احنا عندنا جمعيات خيريه فيها كفاله يتيم. يا استاذ احنا طول العام مع اليتيم سواء في المدارس او بالنسبه. طب فرق معاك ان احنا نخصص يوم برضو؟ ما انا بص يا استاذ الناس بتكتفي للاسف فاكره ان عطفها على اليتيم اليوم الظاهري دوت يا استاذ ان هو بس يجيبوه في يوم اليتيم يجيبوا له بالونات. استسمحك معايا الداعيه الدكتور مظهر شاهين من علماء الازهر الشريف. مساء الفل دكتور مظهر. مساء الخير يا استاذ محمد، اهلا وسهلا. حضرتك سمعت ما قاله الداعيه السلف الاستاذ سامح عبد الحميد. انا بقول له هات لي نص شرعي يحرم ان احنا نخصص يوم لليتيم، لان في قاعده فقهيه بتقول لا تحريم الا بالنص. فجاب القصه المشهوره بتاعه اليومين يعني، وخلي بالك احنا داخلين كمان على شم النسيم وهيتم تحريمه. تمام يا استاذ محمد، حضرتك هذا الدليل لا
يمكن أبدا أن يكون دليلا شرعيا على تحريم الاحتفال بأي مناسبة اجتماعية. لماذا؟ هناك فرق كبير بين العيدين الكريمين عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك باعتبارهما عيدان يحتفل فيهما المسلمين احتفالا تعبديا. نعم. يعني احتفالنا في عيد الأضحى هو احتفال عبادة، واحتفالنا في عيد الفطر هو احتفال عبادة، بنضحي وهو تنفيذ لأمر الله عز وجل. إنما المناسبات الأخرى الاجتماعية التي تسمى أعياد مجازا وليس من باب الحقيقة، زي عيد شم النسيم أو زي يوم رأس السنة الهجرية أو زي عيد تحرير طابة أو تحرير سيناء أو عيد الأم أو أي مناسبة أخرى، هذه مناسبات اجتماعية الاحتفال بها ليس احتفال تعبدي، وإنما من باب المشاركة في ما يحتفل أو ما يقوم به المجتمع، وخصوصا أنها أعياد أو مناسبات لا تحمل دائما إلا الخير. إذا كان ابتسام، إذا كان أنت مأمور بإكرام اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر، من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنة، أنا وكافر اليتيم. بيقول لك احتفل باليتيم طول السنة، ما تحتفلش بيه يوم واحد. ما إيه دليلك على كده؟ ما هو أنا قلت حضرتك هذا الدليل لا يمكن أن يساق في هذا الموضوع مطلقا. التمسك دائما بظواهر الأحاديث أو ظواهر الآيات ومحاولة تسويقها لتحريم أمور بعينها بدون أن نفهم المغزى من هذه الأدلة أو هذه الآيات أو هذه الأحاديث هيخلي الحياة كلها حرام. لا حرمة إلا بنص، والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد نص بحرم. ردك أستاذ سامح عبد الحميد، اتفضل. أولا تحياتي ليك وللشيخ مظهر شاهين، وإحنا بنتكلم على موضوع اللي هو في النص اللي أنا قلته الحديث. النبي لما راح ما لقاهمش بيرتبطوا بمظهر عبادي، يعني ما كانوش بيقولوا إحنا بنعبد الله أو بنعبد الآلهة في الجاهلية في اليومين دول وإحنا دلوقتي بنحتفل، لا ده بيقولوا يومين كنا بنلعب، يعني يومين مخصصين للعب فقط، وحاليا بقوا للعب فقط كمان. يعني الأمر فعلا زي ما الشيخ تفضل خارج عن نطاق العبادة والمفهوم الديني وزيادة التعبد إلى الله والتقرب إليه والكلام ده، لا ده كان مجرد يومين للعبادة. وإحنا عندنا التشبه بالكفار منهي عنه في كل صورة. يعني عيد اليتيم ده حرام يا أستاذ سامح؟ الاحتفال به صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي مش كان يتيم؟ طيب لماذا لم يحتفل بيوم اليتيم؟ يا سيدي من سنة سنة حسنة خلاص، هو يعني إيه؟ من سنة سنة حسنة. بقول لحضرتك هل ده كان فيه، يعني مثلا كنت قاعد مع دكتور امبارح في احد الحلقات في الشريعة فبيقول ما كانش فيه قوانين مرور على ايام النبي وفي دلوقتي، قلت له لان ما كانش فيه داعي، ما كانش فيه سيارات. انما في عهد النبي كان فيه ايتام ولا ما كانش فيه ايتام؟ كان فيه ايتام، بل النبي كان يتيما صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك لم يحتفل بيوم اليتيم. الشاهد يا استاذ اللي احنا عايزين نلفت بيه وحضرتك والشيخ الفاضل، ان احنا بدل ما ننبه لمجرد بلالين وعيد كده يوم واحد، لا نقول للناس زي ما الشيخ قال انا وكافل اليتيم في الجنه هكذا، والحديث في صحيح البخاري. وكذلك حضرتك تحرم الاحتفال المصريين بعيد شم النسيم صح؟ ده بلا شك، لان ده بقى عيد مرتبط بمفهوم ديني عند الفراعنه وعند الاقباط. يعني كل المصريين بيرتكبوا اثم يعني كده ارتكبوا اسم وسيحاسبوا عليه يوم القيامه. ما هو ممكن الناس مش فاهمه، ناس مش عارفه، ناس فاكره ده. فواجب حضرتك كمقدم محترم واعلام محترم تفهمهم وتنقل الراي الصحيح ان دوت مش من عادي المسلمين، ومش لازم كله مدان وكله مسلم. طيب يعني يبقى استاذ سامح عبد الحميد بيقول لحضراتكم لا تحتفلوا بعيد شم النسيم لان ده حرام شرعا. رد دكتور شاهين. يا استاذ محمد، ما يجب ان يتعلمه الناس في المقام الاول هو ان السلفيين لا علاقه لهم بالفتوى اساسا. احنا زي ما يكون تماما استاذ مظهر شاهين كما قال لي بعض الناس، اول ما قلت استاذ مظهر شاهين فهو قلب على السلفي. فعلا ده صمت انا ما ينفعش اهادن معاه وما ينفعش اكلمه. اول ما ده انا احترمتك وقلت استاذ مظهر شاهين، تقوم تتكلم في خليك في الموضوع، ابتعد عن السلفيين. هو انت فاكر انك لما تحترمني
هل ده أنا للأسف هيخليني أقبل ما أعلنت رفضه قبل كده؟ أول ما لقيت طب واحد واحد بس وكل واحد يقول وجهة نظره. أول ما لقيت معاك اتفضل دكتور بس. أصولك ده غلط، اسمعني أنت اتكلمت أنا هتكلم. لا ده لا علاقة ده لك بالسلفيين. طب أستاذ سامح خلينا نسمع بعض يا أستاذ سامح، أدب الحوار. يا محمد السلفيين دول طلعوا في القنوات والشيخ يعقوب وأيام سلامة عبد القوي أما نشر لك الفضائح والسجن بتاعك. ده مش قضيتك يا استاذ سامح. استنى استنى استنى، انا اتسجنت ولا ايه؟ انت دفعت 20,000 عشان ما تتسجنش؟ عشان ما دفعت لا 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 هو في حاجه سامح، دي مش قضيتك يا راجل يا ضلالي على الهوا الاخوان وصفوت يا ضلالي على الهوا لا 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 خلاص شباب بتاع المداخله بتاع المداخله شباب، انا عايز اقول لحضراتكم يعني ده لا يجوز اساسا يعني، لكن احنا انت امام شخص مقتنع بتحريم كل الاعياد اللي انت بتحتفل بيها، بلاش نسميها عيد يوم، ايه يعني ان كل الاسر المصريه ده على مدار الاف السنين تخرج وتحتفل في المتنزهات والجناين والكلام ده وياكلوا فسيخ ورنجه يعني. شيخ مظهر شاهين عاوز يرجع تاني ويقول مداخله بس بعد اذنك شيخ مظهر، مش عايز كلام عن استاذ سامح، وقول لي بس تعليقك ورايي الديني. شوف يا استاذ محمد. نعم. طبع السلفيين زي طبع الاخوان بالظبط. لما يلاقيك هتصطدم معاه وهتهزمه شرعيا وهتبدا توضح للناس حقيقه هؤلاء الذين لا علاقه لهم بالفتوى، يقوم يجرك لمنطقه ثانيه خالص يقول لك ده سجن وارهاب وسلام عبد القوي وكلام ثاني لا حقيقه له. وانا بقول لهذا الذي كان يتكلم منذ قليل، لو عندك دليل واحد على ان مظهر شاهين تم عليه حكم بسجن يكذب على الهواء. خلينا نبعد عن ده يا شيخ بكره الصبح في الجرايد لو انت راجل. طب يا شيخ بس خلينا نبعد عن ده. الحاله الثانيه لحضرتك، هل عيد شم النسيم حرام؟ هل الاحتفال بيوم شم النسيم حرام شرعا؟ الاحتفال بكل المناسبات الاجتماعيه بما فيها شم النسيم وعيد اليتيم وعيد الام وراس السنه الهجريه واحتفال بطابه واحتفال باكتوبر واحتفال برمضان، كل الحاجات دي ليس فيها ادنى حرمه شرعيه، بل ان الاحتفال بها احيانا اذا كان بنيه ادخال السعاده على الاولاد الايتام، ادخال السعاده على الام في عيد الام، اظهار روح الانتماء والوطنيه وتعليم ابنائنا على الوطنيه في احتفالنا ب 6 اكتوبر، يبقى فيها ثواب واجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ. انا بشكرك دكتور مظهر، لا يجب ان يكونوا في المشهد مطلقا. اشكرك اشكرك اشكرك. خلينا نخرج من ده الى خبر انا قلته هنا في 1 ابريل هذا الشهر، لما خدت عنوان كده قلت كذبه، مش كذبه ابريل، خبر انفراد، وان كذبه ابريل هو ان الحكومه تقرر زياده مرتبات المصريين، كتبت قلت 50%، لكن الحكومه فاجئتنا بانها تدرس فعليا زياده او اقرار علاوه للمصريين من 15% ل 20%، وفي كلام سمعناه انه هيبقى 30%. انتوا معاكم مداخله يا شباب مش كده؟ يعني الخبر كويس، يعني كشف مصدر حكومي رفيع المستوى في تصريحات نشرتها الصحف والمواقع مصراوي على سبيل المثال بان رئيس الوزراء بيدرس والحكومه اقرار علاوه. طب ليه علاوه؟ لان انتوا عارفين الغلاء بقى فاحش بشكل كبير، مرتبات المصريين بتلتهب. عايز اقول لك لما الرئيس الاسبق مبارك وحكومه احمد نظيف لما قرروا رفع اسعار البنزين فكانوا عملوا علاوه في حدود 30% وقتها. هل ده ممكن يحصل دلوقتي؟ معايا على التليفون سعاده السفير اشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. مساء الفل سعاده السفير. اهلا مساء الخير. يا رب تقول بقى ليا بلاش ليا، لكل المشاهدين والمواطنين ان الحكومه فعلا ناويه تعمل علاوه استثنائيه فيها زياده. هو خليني اوضح لحضرتك وللساده المشاهدين، هو الموضوع انه في دراسه حول امكانيه، يعني الموضوع محل دراسه، ولكن لا يوجد قرار. لا يوجد قرار حتى هذا الوقت. طب لا يوجد لو قرار لو يعني هو كان هناك يعني تفكير مدى امكانيه ان يكون هناك يعني في ضوء النظر في البدائل المطروحه لتخفيف الاعباء على المواطنين، فالموضوع محل دراسه حتى الان.
هو الخبر كان بيتكلم على العام القادم، العام القادم المالي ولا العام القادم الميلادي؟ يعني هو الحقيقة حضرتك طبعا تعلم ان مسألة اي علاوة او اي زيادة في اي مرتبات يترتب عليها اعباء اضافية على الموازنة العامة للدولة، علشان كده كل الاعتبارات سواء اذا كان في علاوة او ما فيش علاوة، متى تبدأ العلاوة متى تنتهي، دي كلها بتبقى امور داخلة محل الدراسة. يبقى انا بشكر حضرتك سعاده السفير اشرف سلطان اللي بيؤكد ان الحكومه لا تزال في مرحله الدراسه انها تقرر علاوه استثنائيه من 15 ل 20% وليس 10% ام لا. خلينا بقى نروح لفقره السبعه النهارده. جايبين لكم فقره ممتعه النهارده عن اشهر سبع جواسيس او اشهر سبع قضايا تجسس اسرائيليه داخل مصر، حصلت اسرائيل مستهدفة مصر. تعالوا نشوف القضية الأولى، من كانت هذه القضية ومتى؟ فضيحة لافون، الإرهاب الصهيوني يستهدف ثورة يوليو. ثورة يوليو قامت، الكيان الإسرائيلي 48 عايز يدمر العلاقات المصرية ما بين الثورة الجديدة وما بين أمريكا تحديدا، ما بين بريطانيا، ما بين بعض القوى العظمى في التوقيت ده. فاتخططت عملية بأن يقوم فيها بعض اليهود المقيمين أو الإسرائيليين الموجودين في مصر سنة 54 صيف 54 أنهم يفجروا عدد من المنشآت المصرية، ويتم اتهام الحكومة المصرية بأنها هي ما تقدرش تأمن المنشآت الأجنبية في مصر، ويعمل لإساءة للعلاقات ما بين النظام الجديد وما بين الدول الأجنبية. اتقبض على الأشخاص دول الإسرائيليين واتحكم عليهم ب 15 سنة سجن، ودي قضية شهيرة داخل إسرائيل، فضيحة لافون. وعايز أقول لكم جرى محاسبة ومحاكمة رئيس الوزراء آنذاك. تعالوا نروح لأخطر تاني قضية وهتفاجئوا بيها. إيلي كوهين، الجاسوس الذي كاد أن يصبح رئيسا لسوريا. ده راجل جاسوس إسرائيلي نجحت إسرائيل أن تزرعه داخل سوريا، وإدته اسم كامل أمين ثابت، كامل أمين ثابت، وكان أحد قيادات حزب البعث السوري. اتزرع زي ما أنت زرعت رأفت الهجان. وصل لمنصب إيه؟ نائب رئيس جمهورية. نائب رئيس جمهورية، تخيل، نائب رئيس جمهورية سوريا، جاسوس إسرائيلي اسمه إيلي كوهين. مهم، العلاقات المصرية السورية قوية جدا، خارجين من وحدة من 58 ل 61 العلاقات ما انقطعتش، التعاون المخابراتي كان قوي. سنة 65 كامل أمين ثابت اللي هو إيلي كوهين صار هضبة الجولان، فجرت العادة ان يبقى في صور تتنشر والكلام ده. فالصور نشرتها احدى الصحف اللبنانية، الصحيفة اللبنانية وقعت بالصدفة في ايد رأفت الهجان، الجاسوس المصري او الرجل الوطني اللي المخابرات المصرية زرعته في اسرائيل. الكامل امين ثابت، لا الراجل ده انا اعرفه، ده إيلي كوهين، ده أنا كنت بزور أخت مراته من فترة وشفت صوره جوه الصالون عند أخت مراته، وسألتها مين ده؟ قالت ده جوز أختي ومخلف من أختي عيلين. كان هو بيقابل ضابط المخابرات المصري الشهير اللي هو المرحوم محمد نسيم، فحكى له قال له عارف يا رأفت، لو ده طلع حقيقة أنت بتقدم خدمة جليلة عمر المخابرات المصرية ما تنساها. محمد نسيم جري جري راح على رئيس المخابرات المصرية، رئيس المخابرات المصرية اجتمع بالرئيس عبد الناصر بالليل، الرئيس عبد الناصر قوم طيارة مخصوص فيها ضابط مخابرات مصري، قابل الرئيس السوري ساعتها، قابل الرئيس السوري واداله الملف واتقال له هيتضغط عليك لازم فورا يتنفذ فيه حكم الإعدام. جابوه، بص نائب رئيس جمهورية، تخيل انت ايه تكتشف نائب رئيس جمهورية جاسوس، وتم اعدامه.
سأطوب الأرض على سوريا أنه لا يتم إعدامه، لكن اتعدم. شوف الجاسوس برضو إسرائيل. أنا بذكرك أن احنا برضو لنا معاركنا وأبطالنا، بس إسرائيل ما كان الموساد يعني مش واقف بالشكل ده. تعالوا نشوف لتالت جاسوس إسرائيلي في مصر. نبيل النحاس، 13 عاما من الخيانة ضد الوطن. ده جاسوس مصري زرعته إسرائيل جوه مصر 13 سنة، نشاطه بدأ من سنة 60، يعني قعد 13 سنة لحد سنة 73. يعني الراجل قدر إن هو يبعت معلومات خطيرة من داخل مصر للموساد الإسرائيلي. وقعد يبعت بعض الرسائل، نجحت المخابرات المصرية إنها تتابع الإشارات السلكية واللاسلكية لحد ما حددت المكان، دخلت البيت قبضت عليه وسقط بعد 13 سنة جاسوسية. بمعنى إن مش كل جاسوس إسرائيلي بيجي جوه مصر بيتعكش على طول، بياخد وقت. وتم طبعا إعدامه، هو ما كانش مصدق إن ممكن المخابرات المصرية توصله. خلي بالك الفقرة دي، غير إن أنا بفكرك بجواسيس إسرائيل في مصر، لكن عايز أقول لك أيضا هي تحية من البرنامج لجهاز المخابرات المصري الوطني. تعالوا نشوف رابع قضية تجسس إسرائيلية في مصر. انشراح موسى، السقوط في بئر سبع. انشراح موسى من المنيا اتجوزت واحد من العريش اسمه إبراهيم سعيد شاهين. مين دول؟ اللي هو مسلسل السقوط في بئر سبع بطولة الفنانة إسعاد يونس والراحل الفنان الكبير سعيد صالح. ده واحد قاعد في العريش، إسرائيل قدرت تحتل سيناء بعد 67، بعد ما احتلت سيناء عايزة تجند ناس، هو كان أحد الأشخاص اللي اتجندوا في المنطقة دي، وأول معلومات اداها لهم عن مكان لبعض الفدائيين ادوله $1000. راح قال لمراته، قالت له جبت $1000 منين يا منيل؟ قال لها أنا بلغت إسرائيل الموساد، أنا كده بخاين؟ قالت له لا، ما أنت لما كنتش بلغت غيرك كان هيبلغ. اتجندت معاه وعملوا فلوس وصاروا والكلام لحد ما اتعكشوا، تم القبض عليهم. ولما اتقبض عليهم كانت هي مسافرة برة ورجعت، نجحت المخابرات المصرية أنها تقبض عليه وصدر حكم فعلا بإعدامهم. لكن تم مبادلتهم مع بعد هو جوزها أعدم، وولادها كانوا مفروض ياخدوا أحكام بالسجن وكانوا لسه أحداث صغيرين، لكن إسرائيل نجحت أنها تاخدها عندها في إسرائيل. الست انشراح دي، انشراح علي موسى، غيرت الديانة بقت يهودية، لسه موجودة النهاردة بالمناسبة، بتعمل في إحدى دورات المياه، دورة مياه عمومية في إسرائيل، وابنها بيشتغل هناك في أحد المصانع، وليها ابن هاجر إلى كندا. تعالوا نروح نشوف خامس قضية تجسس إسرائيلية على مصر. هبة سليم، الجاسوسة التي أعدمت بقرار رئاسي. أنا فين؟ قال أنت في مصر يا عبلة. عبلة كامل، القصة الشهيرة اللي مثلتها الفنانة الراحلة مديحة كامل، الصعود إلى الهوية. الفتاة اللي قالت أنا عايز أدرس وأكمل تعليمي في فرنسا، وضغطت على أبوها وأبوها سفرها تدرس في الجامعات الباريسية، وهناك أعلنت رفضها لنظام الحكم المصري وابتدى تجنيدها. كان في ضابط جيش مصري بيعمل في الصاعقة كان بيحبها، قريبها، هي كانت منفضة له، لكن قالت لهم ده بيحبني واعرف ضابط جيش، قالوا لها فورا جنديه. نزلت قضت معاه سهرة حمراء زي ما اعترف وجندته. كانت هي بتسافر بره تاخد الفلوس والكلام ده، وهو يبعت لها الرسائل. كان موقعه بيتيح له انه يطلع على اماكن الصواريخ، قواعد الصواريخ اللي الجيش المصري لسه بانيها النهارده، هم يبنوها النهارده يلاقوا اسرائيل تاني يوم تدمرها. فالمخابرات اتجننت، يبقى في واحد من جوه المكان ده من جوه الجيش
عنصر تم تجنيده. قعد يبعت رسائل لاسلكيه ابتدوا يتتبعوا الناس وحطوهم تحت المراقبه لحد ما عكشوه. كانت هبه دي بره. ابوها شغال في ليبيا مدرس. نجحت المخابرات المصريه انها تاخده هناك في ليبيا وتدخله مستشفى وتقول له كلم بنتك في باريس قول لها انا مريض وعندي ذبحه صدريه لازم تيجي تشوفيني. قالت له تعالى لي في باريس اعالجك. قال لها لا ما اقدرش. رجعت على ليبيا خدوها على فورا المخابرات المصريه في المطار الليبي الى طياره مصريه واعدموها. يوم اعدامها كيسنجر جه للسادات وقال له اول لقاء ليه قال له انا عايزك تفرج عن هبه. قال له هبه مين؟ قال له قضيه جاسوس. قال له يا راجل كنت السادات صايع. قال له كنت جيت لي بدري شويه. صايع ده تعبير سياسي يعني. قال له ايه اللي حصل؟ قال له دي اعدمت صباح اليوم. كان مدير المخابرات المصري واقف ففهم ان دي اشاره. ادى على طول تعليمات تم اعدامها. يوم ما ماتت وتم اعدامها والخبر اتنشر جولدا مائير قالت ان هبه الجاسوسه دي اسدت لاسرائيل خدمات افضل من رؤساء وزراء. تعالوا نروح لسادس اشهر قضيه تجسس اسرائيليه على مصر. عوده الترابين قصه فشل اسرائيليه بجداره. هذا الجاسوس ده من احدى القبائل عوده الترابين من احدى القبائل الشهيره في سيناء. كان عنده وقت ما اتقبض عليه 34 سنه وعوقب بالحبس 15 سنة لأن كان بيننا وبين إسرائيل ولا تزال معاهدة سلام. في أوقات الحرب قضايا التجسس بيحكم فيها في الإعدام، في أوقات السلام بيعقب بيها بالسجن. المهم اتقبض عليه وصدر عليه حكم وتم الإفراج عنه في عام 2000 مقابل سجينين مصريين. قضايا زي كده بيتم التبادل فيها. عودة الترابين دي حصلت سنة 96 أيام حكم الرئيس الأسبق مبارك. شوف قوة العلاقات، ومبارك كان بيقابل رؤساء وزراء إسرائيل في شرم الشيخ والكلام ده، لكن هم أيضا ليل نهار شغالين تجسس. تعالوا نروح لسابع أشهر قضية تجسس إسرائيلية على مصر. عزام عزام التجسس تحت غطاء من النسيج. درزي إسرائيلي عزام عزام مواليد 63 عنده يجي 54 سنة صدر عليه حكم بالسجن 8 سنين. اشتغل هنا تحت غطاء تجارة النسيج بين إسرائيل ومصر سنة 96 وكان بيهرب كل الرسائل التجسس على الملابس الداخلية النسائية ويبعتها لإسرائيل، لكن نجحت المخابرات المصرية في القبض عليه وصدر عليه حكم بالسجن 15 سنة. في عام 2004 إيريل شارون بعت رئيس الشباك جهاز إسرائيلي أمني وبعد مفاوضات تم إطلاق سراح عزام في 2004 مقابل أن إسرائيل تطلق سراح 6 من المصريين المحبوسين. دي من أشهر القضايا اللي هي قضايا التجسس. تعالوا بقى نروح لسؤال اليوم في حلقة النهاردة. إيه سؤال اليوم؟ لماذا تصرف الحكومة الأرباح لمؤسساتها الخاسرة مثل مترو الأنفاق ومصانع النسيج والصحف القومية؟ بص ده سؤال أنا بفكر فيه وأنا عارف إن ليا زملاء صحفيين لأن صحفي بيشتغلوا في الصحف القومية وأكيد في موظفين وعاملين في مترو الأنفاق مش عايزهم يزعلوا مني وعمال شغالين في مصنع النسيج، بس أنا بسأل مجرد سؤال، يعني إيه أنا أصرف أرباح وأنا شغال في مصنع خاسر؟ يعني ايه انا اصرف ارباح وانا شغال في مؤسسه صحفيه بتخسر؟ يعني ارباح ايه؟ هو احنا عارفين نجيب المرتبات؟ وازاي الحكومه بتوافق على كده؟ انا مره سالت رئيس مجلس اداره صحيفه قوميه منذ حوالي عام بقول له طيب ما تصرفش ارباح، انت اساسا كل يوم عمال تكلمني تقول لي انا بعدي على وزير الماليه انا بستلف انا بعمل الكلام. قال لي دول يعلقوني على باب المؤسسه، في اللي سالف وفي اللي عامل جمعيه. المنطق نفسه، كيف يصرف عمال مصنع خاسر أرباح؟ الأرباح تصرف عن الإنجاز، عن النتائج. مش عايز حد يزعل مني. خلونا نطلع فاصل، وبعد الفاصل عندنا فقرة مهمة عن خطف الأطفال أو اختفاء أطفال في مصر. هل دي بقت ظاهرة؟ لو أنت مريت بموقف زي ده عايزك تدخل تتواصل معايا تدينا معلومات جديدة. بعد الفاصل
فقرة مهمة مع ضيوفي رامي فوزي الجبالي خبير بقضايا الطفل مؤسس حملة أطفال مفقودة، مجدة فتحي والدة أحد الأطفال المختطفين، ونادية محسوب والدة أحد الأطفال المختطفين. نطلع فاصل. بعد الفاصل، رامي فوزي الجبالي خبير بقضايا الطفل ومؤسس حملة أطفال مفقودة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. قام الجبالي بإنشاء الصفحة بغرض التوعية، لكنها تحولت إلى المحطة الأولى للأسر التي تفقد أطفالها عسى أن تكون سبباً في عودتهم. ويرى الجبالي أن الخطف يستهدف الأطفال صغار السن من سن عام إلى 6 سنوات لأنه من السهل السيطرة عليهم، لكن الأعمار فوق ذلك يصعب السيطرة عليها، وأن الخطف يكون بهدف طلب فدية من أهاليهم أو بيع أعضائهم أو استغلالهم في التسول. طلب الجبالي شؤون الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بتطوير شهادات الميلاد بحيث تكون ببصمة الطفل في ظل العديد من المشكلات من فقر وضعف الوثيقة الحالية لشهادة الميلاد والتي أعطت فرصة للخاطفين بالاحتفاظ بالأطفال. ظاهرة خطف الأطفال. لم يعد اختطاف الأطفال مجرد حالات فردية يعاني منها المجتمع، بل امتدت لتقترب من كونها ظاهرة. اتسعت ظاهرة خطف الأطفال مع الانفلات الأمني الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، وهو ما تؤكده العديد من الدراسات والمقالات والتي ذهب بعضها إلى الإشارة لحدوث حالة اختطاف كل 12 ساعة في مصر. عمليات خطف الأطفال أصبحت تدار من خلال عصابات عديدة، وكل منهم لهم أغراضهم التي تنوعت بين طلب الفدية واستخدامهم في التسول وسرقة الأعضاء أو بيع بغرض التبني، وامتد الأمر في الاستغلال الجنسي من خلال العصابات الدولية التي تهرب الأطفال عبر الحدود. رغم أن قانون العقوبات ينص صراحة على أن عقوبة خطف الأطفال تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالات خطف الأطفال وتصل إلى الإعدام في حالات الاعتداءات الجنسية على المخطوفين، إلا أن العقوبة لم تكن كافية لردع أو الحد من الظاهرة، وهو ما دعا البرلمان مؤخراً مناقشة العديد من البيانات العاجلة حول الظاهرة. وتقدم نحو 350 نائباً بقانون يغلظ عقوبة خاطفي الأطفال إلى الإعدام. تحركات البرلمان لم تهدئ من روع الأسر التي فقدت أطفالها والتي ما زالت رغم مرور السنين تعاني من تلك الصدمة المروعة للمصير المجهول لأولادهم، حتى صار بعضهم يتمنى العثور عليهم أو معرفة مصيرهم حتى وإن كانوا قد فارقوا الدنيا. عائلات تعيش تمر عليهم كل ساعة لتزيد من احتراق قلوبهم على من غابوا عنهم في لمح البصر دون أن يعلموا عنهم شيئاً، ظنًا منهم أنهم قد يدقون الأبواب في أي لحظة. ظاهرة اختفاء الأطفال أو خطفها سميها زي ما أنت عايز مش موجودة في مصر بس، لا لا، ما أنا تقتدر أن أنا أقول لك موجودة تقريبا في كل دول العالم. طب إحنا بنلقى عليها الضوء ليه؟ لأن فعلا كثرت حوادث خطف اختفاء، وأنا قلت لك أنا تقريبا ما فيش مرة رحت فيها أي مكان تجمع زي مول أو زي سينما أو لما تلاقي إذاعة داخلية بتعلن اختفاء طفل، وطبعا بيبقى الواحد قلبه مقطوع على أهل يعني أمه ووالديه وكده. النهاردة بنفتح الملف ده وفي انتظار مداخلات حضراتكم، وخلوني في البداية أرحب بضيوفي الأعزاء الأستاذ رامي فوزي الجبالي مؤسس حملة أطفال مفقودة وخبير في قضايا الأطفال. أهلا بك. والأم نادية محسوب والدة ياسر طفل مختطف. اهلا بك. اهلا بك استاذ. والام مجده فتحي والده مريم الطفله المخطوفه من 90 يوم. اهلا بك. اهلا بحضرتك. حاجه ناديه، عايز اعرف منك قصه ياسر ابنك المختفي من 100 يوم، اختفى ازاي؟ هو كان بيلعب قدام البيت وقاعد بيلعب لوحده، فجرى ليا بنخرج خرجنا سالنا يعني بنسال عليه، فقالت انا شفته كان قاعد بيلعب في المكان ده لوحده، يا دوبك انا نزلت من فوق، هي بقى بتقول لي نزلت من كبتونش لما اخذها نزلت طلعتكم بتدوروا عليه. لحظه، هو عنده كام سنه؟ 3 سنين ونص. انت ساكنه فين؟ في سرياقوس. سرياقوس محافظه
محافظة الخانقة يعني اليوبية. 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 طيب. كان بيلعب قدام البيت يعني. فجأة اختفى. حد كلمكم ابنكم مخطوف شفناه في الحتة الفلانية؟ لا. رحتي عملتي ايه؟ عملت محضر في الخانقة. وعملنا محضر تاني في بنها. في بنها. مفيش أي نتيجة لحد دلوقتي؟ لا. لا. 100 يوم. دي صورة ياسر. طيب. ماجدة فقدت بنتها مريم من 90 يوم، ازاي؟ عندها كم سنة؟ عندها 4.5. 4 سنين ونص، كبيرة يعني مش صغيرة. مش صغيرة وناصحة. وتعرف تصرخ وتتكلم. انت ساكنة فين؟ في النهضة. في النهضة. مساكن الدلتا 400. حصل الحادث الاختفاء بنتك الساعة 11 الصبح. 11 الصبح. سبتها مع والدتي. رحت الشغل. فأمي سابتها وراحت تجيب يعني أكل فطار. فهي على طول بتقعد. سابتها فين؟ قدام البيت. مش سابتها، الباب مفتوح. بس قدام البيت. شقة؟ ايوه احنا في شقة. في دور أرضي كمان. شقة في دور أرضي. وهي بتلعب قدام شقتنا. نعم. فأمي راحت جت والناس شافتها وهي قاعدة. مفيش 5 دقايق لقيناها اختفت. 5 دقايق. 5 دقايق. عملتوا إيه؟ رحت أخد من المحضر، قالوا لي بعد 24 ساعة. رحت بعد 24 ساعة فضلت ادور زي ما هما بيقولوا. رحت دورت بعد 24 ساعة، رحت عملت محضر، اقول لي يا ماما ندور. رحت حته اسمها اللي بيشوفوا العيال مشرحه والحتت دي عشان اتعرف لو في اي جنايه رحت لهم. رحت الحته دي اتعرفت على العيال، ما لقيتش بنتي، ما لقيتهمش فيهم. بس فضلت. حد كلمك او حاجه؟ هو في واحد كلمنا قبل كده بس من طريق والده ومن طريق بابا، قال انا عايز 10000 جنيه. منفصله؟ انا عايز 10000 جنيه. قلنا له يجيبها، بس بنتي فيها علامات يعني فيها اثر. يقول لي ايه علاماتها او يسمعني صوتها وانا اديله اللي هو عايزه. محدش سمعك صوتها. طلع اشتغالات. وانت ماشيه في قلب الموضوع ده انت والحاجه ناديه، حسيتوا ان الموضوع ده منتشر او في امهات بيكلموكوا وبيشتكوا برضو اطفال؟ في بعدها جنبنا يعني، مش جنبنا يعني في بعيده شويه، في واحده لما قاعده بتشحت فراحت في بتاع فينو، مخبز فينو، خدت الواد ومشي من بتاعه الفينو برضه كنا في سن ابني، فمسكوها ضربوها. راحوا وبعد ما ضربوها سيبوها، ما سلموهاش للمركز ولا حاجه. فاحنا عرفنا بعدها، رحنا للي سيبها دوت. طب انت عارف ان احنا ابننا مخطوف مش لاقيينه، طب تسيبها ليه؟ كنت اتصلت بنا وكنا ودناها المركز، واللي سيبها دوت يعني واخد بنتي سيلفي، عارف اللي احنا فيه، ما كانش المفروض كان سيابها عشان كان واخد طفل نفس سن ابني. واخد يعني طفل. انت شايفه ان ممكن هي كانت واخده طفل وماشي بتسرق الاطفال من الشوارع؟ تسرق علشان ايه؟ يعني ربنا بقى. طيب خلينا نروح لاستاذ رامي فوزي. استاذ رامي، انت اسست صفحه على الفيسبوك باسم اطفال مفقوده عمرها سنتين تقريبا. عمرها سنتين. اسستها لي. والله هو الموضوع ببساطه ابتدى بغرض توعيه. يعني ما كانش الاصل في الموضوع ان احنا بنحلم حتى ان احنا نرجع اطفال لاهلها. الموضوع ابتدى بان انا خدت قصص فقد مجموعه اطفال كانت صورها منتشره على الانترنت، وقلت احنا عايزين نقول للناس ان الاطفال دي ما رجعتش، فعايزينكم تخلوا بالكم. اللي بيروح تقريبا ما بيرجعش. الاول كنا احنا اللي بندور على الصور، وبعد كده بقينا لا، الاهالي هي اللي بشكل مباشر بتجيلنا تقول لنا ابني فقد او ابني راح او لقينا طفل. يعني الموضوع يعني في كده. واحد بيلاقي طفل فيبلغكم على الصف كده بقى ويبعته للصف بالظبط. فدي كانت البدايه. الموضوع تطور لان احنا بقينا لا، ده حصل رجع طفل واثنين وثلاثه، رجع مفقود واثنين وثلاثه. تعرفنا على اطفال في دور رعايه بقى لها سنه واثنين وخمسه وسبعه وثمان سنين مرميه في دور رعايه. يعني عندنا مجموعة تساؤلات كتير، مش عارف بصراحة احنا رايحين فين. يعني انا طالع على التلفزيون النهاردة وطلعت اكتر مرة، نفسنا نعرف احنا رايحين فين. ما هو مش احنا متفقين ان ده بيحصل في كل دول العالم ولا بيحصل في مصر؟ ما هو اللي بيخلي دولة تختلف عن دولة في موضوع الفقد بتاع الاطفال ده هو الاجراءات اللي بتتخذها المؤسسات وقت الفقد. يعني هتلاقي الدول اللي بتحترم اطفالها وعندها الاطفال ليها اهميه هتلاقيهم مهتمين بان وقت الفقد دي الساعات الاولى دي مهمه. الساعات الاولى طبعا احنا عندنا. طب ما القانون المصري بيقول لك بعد 24 ساعه والد الولد يكون بيلعب في حته وراجع يعني ولا ايه؟
طب ولو ما كانش بيلعب؟ يعني انت رايك دلوقتي بتطالب المشرع بانه يلزم اقسام الشرطه بانهم يعملوا المحضر في ساعتها؟ احنا عندنا قانون الطفل للاسف، قانون الطفل للاسف او مش قانون الطفل، القانون للاسف بيدي الحق للقسم ان هو ما يعملش المحضر في خلال 24 ساعه الاولى من اختفائه. نعم. وبالتالي بنعاني من ده، فان فجاه الاهل مضطرين ينتظروا 24 و48 ساعه لغايه لما يقدروا يعملوا محضر. وده تايم كبير نعرف نخرج بيه الطفل بره. انت كنت بتقول لي انت رجعت اطفال ليه؟ ازاي؟ رجعنا بالبيج بنشر الصور، الطفل صورته بتنتشر على السوشيال ميديا، السوشيال ميديا البيج بتاعتنا البوست ريتش بتاعها عالي قوي، بنوصل ل 7 مليون مصري في اليوم. وبالتالي 7 مليون مصري بيدخلوا على الصفحه بيوصل لهم منشوراتنا. منشورات. وبالتالي اللي احنا بننشره اللي بيشوف الطفل بيقول لنا ده انا شفته مع جاري، شفته عند واحد قريب، شفته. نرجع بقى الاهل نقول لهم الولد ده اتشاف في المكان الفلاني، روحوا بصوا عليه. رجعت كام طفل؟ ما اعرفش اقول لحضرتك كام طفل، اعرف اقول لك كام حاله، لان احنا بنشتغل على كبار سن عندهم زهايمر، بنشتغل على اطفال. كام حاله؟ حوالي 350 في سنتين. 350 في سنتين. طيب تعالوا نشوف بعض الانفوجرافيك عن قضيه خطف الاطفال في مصر. يعني بالارقام، خطف الاطفال في مصر انتوا شايفينها ظاهره ولا حادثه؟ يعني الاطفال كان في 2016 يعني السنه اللي فاتت 148 حاله اختطاف وقعت السنه اللي فاتت. المصدر ده طلع عن تقرير مؤسسه المصريه للنهوض باوضاع الطفوله. كان عندنا ايضا 65 طفل تم العثور عليهم وعادوا الى اهاليهم العام الماضي 2016. يعني 52% من اسباب خطف الاطفال بيرجع لايه؟ لان الخاطف بيطلب فديه، عايز فلوس. 48% اللي هي بقيه الاسباب تتعلق بالتبني والتسول والسرقه وتجاره الاعضاء. يعني دي الاسباب اللي بتدفع للخطف يا اخوانا. 61% من حالات الخطف بتحصل لاطفال الذكور. يعني هم لاحظوا ان 61% من المخطوفين بيبقوا ذكور، في طلب على خطف الاطفال الذكور. 64% من حالات الخطف بتحدث في المحافظات الريفيه، يعني معناه ان العواصم الكبرى القاهره والكلام ده حوادث الخطف فيها متراجعه. 36% من حالات الخطف بتحدث في المحافظات الحضريه والمدن. يعني 1000 بلاغ خطف تلقاه خط نجده الطفل من 2005 حتى نهايه 2016، يعني انت بتتكلم في 11 سنه في 1000 بلاغ. من سن 1 لسن 6 أعوام، ده متوسط أعمار غالبية الحالات المختطفة لسهولة السيطرة عليهم، بمعنى ما يقدرش اللي بيخطف يخطف طفل كبير. يعني في 350 نائب بالبرلمان طلبوا بتغليظ عقوبة الخطف وطلبوا أنها تصل إلى الإعدام، يعني أن النائب أن ما ينفعش يسيب الخاطف كده. 36 مؤسسة في مصر بتعمل بمجال مكافحة خطف الأطفال والانتهاكات ضدهم. 4 عصابات لخطف الأطفال نشرت أخبار عن ضبطها الشهر الماضي. 4 عصابات الشهر اللي فات ده بس الشرطة قدرت توصل ليهم. في 46 صفحة على موقع الفيسبوك بينشر صور المفقودين والتوعية، بتضم 2 مليون متابع. يعني عايز اروح لنادية محسوب وماجدة فتحي، امهات فقدوا اطفالهم، تفتكري لو حصل وان شاء الله يحصل وابنك يرجع، شايفه ايه العقوبه اللي المفروض تصدر ضد الخاطف؟ يتعدم عشان احنا في حرقه قلب، احنا ربنا يعلم بينا. انا كنت بموت انا كنت بموت. يعني دلوقتي الحمد لله ان انا ماشيه كده. انت ليكي اولاد ثانيه؟ كم عيل؟ معايا 4 بنات ومحمد. لا يعني انت بتطالبي باعدامهم؟ لان خلوا حياتنا جحيم. احنا يا رب ما حد يشوف اللي احنا فيه. ماجدة؟ انا مش عايزاهم يتعدموا. امال عايزاهم؟ انا عايزاهم يتعذبوا زي ما احنا متعذبين كل يوم على التاني. ما انت عارفه الابن لو الواحد يعني يقول لك مات، ادينا عرفت نهايته، عرفنا مطرحه. خلاص احنا متعذبين. انا بنتي انا متعذبه، انا بيجي عليا الليل انا بتعذب. دي صوره مريم بنتك؟
ربنا يرجعها لك، ربنا يرجعها لك، ربنا هيرجعها لك ان شاء الله بالسلامه. يعني حادثه، يعني قضايا الحوادث كتيره في مساله خطف. روقي ماجدة وان شاء الله بنتك ان شاء الله ترجع. يعني وفين الحكومه اللي في خدمه الشعب؟ طب انت عايزه الحكومه تعمل ايه؟ قولي لي. ما المفروض هي شاكه في حد، شاكه في ابوها، نقول افرض انا مش شاكه، افرض انا شاكه في ابوها، مش المفروض في تحريات ولا انا اللي اتحرى عنها؟ المفروض انا اللي اتصل بالاسم، هم اللي يقولوا لي اخبار بنتي، ولا هم اللي يتصلوا يقولوا لي اخبار البت؟ اروح الاسم كل يوم عن التاني ليه؟ المفروض هم اللي يتصلوا بيا، انا اللي اروح لهم اسال بنتي جت ولا لا. هم لو عيل من عيالهم تاهوا هم هيسكتوا؟ من المسؤولين كلهم هيسكتوا؟ مش هيسكتوا. اشمعنا الطبقه بتاعتنا احنا بالذات اللي هي اللي احنا عيالنا اللي بتتوه؟ عشان احنا غلبه ولا بيداس علينا؟ ليه الطبقه اللي فوق ما بتبص؟ لما واحده مننا بتخش القسم، لولا ما انا عندي واسطه، لولا ما بيكلموني حلو. لو انا ما عنديش واسطه اوسخ الكلام بسمعه. طب نروح للحاجه ناديه، انت لما رحت عملت محضر كان في مشكله معاكي؟ لا، والده اللي راح عمل المحضر ما فيش مشاكل، ما فيش عداوه بيننا وبين حد. رامي الجبالي، فكره ان 350 نائب يطالبوا باعدام الخاطفين، تؤيد حاجه زي كده؟ ده بناء على ان احنا كنا بنطالب ده من الصفحات، يعني هو النواب سمعت عن ده مننا، وفي منهم نواب تواصلوا معانا وفهموا اننا احنا ليه بنقول كده، وليه راينا ان الجريمه دي جريمه عايزه عقوبه رادعه. ببساطة القانون، احنا عندنا قوانين عمرها من سنة 39، منها القانون بتاع خطف ذكر غير خطف أنثى مثلا. خطف الأنثى اللي بيرتبط باغتصاب ممكن يوصل للإعدام، خلاص. خطف الذكر اللي ارتبط أو أضيف عليه اغتصاب أو انتهاك لهتك عرض للطفل، ده ما بيوصلش للإعدام. بس هو القانون ده من سنة 39، ما كانش سنة 39 في حاجة اسمها ذكر بينتهك أو جرائم عنف بهذا الشكل، ما كانش موجود. فالمشرع وقتها المصري اتغير، وقتها المشرع شرع بناء على الجريمة اللي قدامه. نعم. احنا النهاردة القانون مش في ايد القاضي غير انه يديله من 7 ل 15 سنة. اخد بس هاني من الكويت، ولدي طفل مخطوف، اتفضل يا استاذ هاني. هاني، انا مش لدي طفل مخطوف للاسف، يعني انا مش لدي طفل مخطوف، انا بس حابب انا هم قالوا لي بس في الكنترول كده نحاسبهم. اتفضل شارك استاذ هاني. قاعد خالص في اتخاذ الاجراءات. اتفضل يا استاذ هاني. وفي نفس الوقت حضرتك يعني لو تروح تبلغ بيقول لك لازم يمر 24 ساعه على المخطوف، في ال 24 ساعه دي ممكن يكون حاط فيه اكل واغتصاب وحاجات ياما. يعني انت عايز يتم الابلاغ وعمل المحضر فور الابلاغ على طول؟ من الاتصالات بال انا مش قادر اسمعك قوي يعني. يحيى من سوهاج، اتفضل يحيى. الو. ايوه معاك، اتفضل اسال. قول انت، اتفضل مداخلتك، قول مداخلتك يا استاذ يحيى. احنا قضينا 4 شهور دلوقتي. نعم. ما عرفناش اي حاجه. انت عندك طفل مخطوف؟ عندي انا ابغي خال ابوه. لنا 4 شهور مش عارفين الواد فين ولا ايه اللي حصل. معاه الخاطفين ما اتصلوش بيكم مثلا طلبوا فديه؟ ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. والواد عنده 4 سنين، يعني مش كبير زول، ولا يعرف يتكلم ولا يعرف يتحدى. بشكرك يحيى. رامي هرجع لك تاني. عندك وانت بتحلل الظاهره دي، اختفاء الاطفال او خطف الاطفال في مصر، اسباب او دوافع للخطف؟ يعني عايز الطفل بيخطفوا ليه؟ الخطف في العالم كله بيتمحور حوالين شويه اسباب كده بتختلف من دولة للتانية. يعني هتلاقي الخطف بغرض طلب الفدية، تجارة الأعضاء. لا، ماليش دعوة من دولة لدولة، بتكلم على مصر. أنت تحليلك، احنا لما نقولهم كلهم نعرف إيه اللي موجود عندنا على طول. نعم. هو الأسباب بتبقى الخطف بغرض التبني، تجارة الأعضاء، التجارة الجنسية، طلب الفدية والتسول.
ما اعتقدش احنا وصلنا للتجاره الجنسيه في مصر. التجاره الجنسيه مرتبطه بالمخدرات، يعني هما الاثنين دول ده واحد من الاسباب بتاعه الخطف. ايطاليا موجود فيها كميه اطفال كبيره جدا، كانت البي بي سي وسي ان ان عرضوا تقرير مرعب عن اطفال مصريه موجوده بيتم الاتجار بيها سواء في المخدرات او منها في الدعاره. يعني بيتسرقوا وبيتخطفوا من مصر ويروحوا ايطاليا. ما نعرفش بقى هل هم متهربين بعلم اهلهم ولا هم مخطوفين. في اهل هيهربوا اولادهم يعني؟ زي اللي بتشوفهم حضرتك بيغرقوا في البحر كل شويه. فاحنا هنستثني دي لان جمعت التليفونات كلها ورا بعض. فحضرتك هتلاقي السبب ده سبب من الاسباب، لكن هتلاقي في مصر مثلا التسول. التسول احنا مرجعين حالات ليها دعوه بالتسول، الخطف كان بغرض التسول. مرجعين للتبني. الخاطف خطف مش عشان يعذب ولا يكهرب لا ولا يضرب، عايز طفل، عايز يبقى عنده طفل. وهتلاقي الفديه هي اللي بتسمع عنها على طول على الانترنت او بتتفرج على الاهالي ال 12 ان احنا قبضنا على تشكيلها صبي طالب فدي. الحاجه الوحيده اللي ما عندناش عليها دليل قطعي ولكن في ذكرنس حاله مهمه ومحتاجه انها تدرس كويس، كانت حاله طفل محمد الباز اللي اتمسك ده من متغيب من رمضان اللي قبل اللي فات. في ولد اتقبض عليه في ذكرنس عنده رجل مقطوعه. الولد ده حاول يستدرج ولد تاني انه يدخله الحمام داخل الجامع وطلع مخدر كان بيحاول يخدره، والاهالي مسكوه واعترف بان انا كنت بحاول اخطفه، وفي النيابه قال ان انا خاطف محمد الباز من هنا من سنه وسبع شهور وبيبيعوهم الطفل ب 1000 جنيه. دي اعترافاته اللي قالها في النيابه، يعني ده مش كلامي. طب احنا معانا تقرير عن محمد الباز، تعال نشوفه. أنا أمل عبد الخالق عامر بالدفاع محمد الباز المختطف من ديكانة الأهلية 12/9/2015. القضية دي اللي هزت الرأي العام، قضية محمد، بسبب اللي حصل وبسبب العصابة اللي اتمسكت وبسبب الواد اللي هو اسمه عصام المعاق اللي قال لك أنا خطفت محمد وبعت ب 1000 جنيه. القضية اللي كل اللي تجاوزوا فيها الضباط اللي تجاوزوا فيها اللي عايزين يقفوا الحقيقة، 4 ضباط تجاوزوا في القضية دي، وكل ما نوصل للحقيقة عايزين يقفلوا فيها. دلوقتي أنا من خلال كل القنوات، القاهرة والناس وجميع القنوات وجميع السوشيال ميديا وبناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبعده اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية، بقول له يا سيادة الوزير العيال عيال أطفال مصر راحت فين؟ راحوا فين الأطفال دي يا سيادة الوزير؟ دلوقتي دي أكبر قضية، قضية الأمن القومي اللي هو إن أنت بتخطف العيال كلها من جميع محافظات الجمهورية. كل محافظة مخطوف منها أطفال، ودلوقتي اللي عادت بتتصدى للأطفال دي الأهالي. دلوقتي الموضوع ما عادش محمد الباز بس، الموضوع عاد كل أطفال مصر بتتخطف، وكل اسم في أي محافظة مغطى على الأوضة دي كلها. لصالح مين إن قضية زي دي تغطى عليها؟ لصالح مين إن محمد الباز اللي بقاله سنة وسبعة أشهر أنا مش عارفة عنه أي حاجة؟ إن أنا بدور بقالي سنة وسبعة أشهر ما كلتش ولا لقيت، وهو حفيدي الوحيد. دلوقتي القضيه معش محمد بس، عادة اطفال مصر كلها بتتخطف يا سياده وزير الداخليه، امنك القومي بتاعك بقع يا سياده الرئيس اللي هيبقى ظابط ودكتور ومهندس. اطفال مصر راحت فين؟ ان احنا هنسكت؟ لا مش هنسكت. في الاخر عليك تحترم صرخه طالعه من قلب ام لابن مخطوف، يعني ربنا ما يكتبها على حد، يعني نار بتبقى في القلب. يعني دايما بنقول لو ابنك لا قدر الله او ابن اي حق يعني مات خلاص ده قضاء الله وقدره، ونبقى عارفين مدفنه ونزوره ونترحم عليه وكلام، بس مخطوف مش عارف كل يوم بتسال هو فين راح فين جه منين. هذه الام قال بقى مكلوم، هتلاقي مين غير الرئيس السيسي توجه له نداء استغاثه. حاجه ناديه تكلمي مين وتطلبي استغاثه يجي يرجع لك ابنك ياسر؟ انا استغثت بالله ماليش الا هو، ولو اي حد مسؤول ابنه راح منه مش هيسكت ولا لحد الساعه ولا يوم ولا ساعه. المحدش يا رب يشوف اللي احنا فيه يا رب، لان بعد عنك احنا دلوقتي الحمد لله الدنيا كلها بقت وحشه. لما ام لقيش ابني جنبي، لما كان بيلعب حواليا اللي كان بيعمله كله بفتكره دي كله مش لاقياه، ولما هو مثلا انا ما اعرفش ان كان حي ان كان حد اذاه،
ان كان عايش ان كان بياكل حد مبهدل يعلم بربنا. ان شاء الله يكون في امان وان شاء الله يرجع لك. يا رب. فاصل قصير ونرجع نكمل الحوار مع حضراتكم. التليفونات متاحه امامكم بعد الفاصل للتواصل مباشره، اللي تعرض لموقف زي كده، اللي ليه ملاحظات او مداخلات يا ريت تشاركونا في هذه الفقره المهمه. التجارة في الأعضاء البشرية، أنا شايفة إن ده بيبقى إهمال برضو من الأهالي، لأن هم مش بياخدوا بالهم من أطفالهم بيبقوهم في الشارع وبعدين بيجوا يسألوا عليهم. لا دين لا ضمير لا أدب لا أخلاق، مفيش دين. لازم نظرة جديدة للقوانين. الحقيقة الناس جعانة، يعني لو الناس ما بتسرقش العيال الناس هتبتدي تبيع عيالها. الناس جعانة مش لاقية تاكل. الأمن والأمان عندنا غير كافي، في حاجات كتير ما بتبقى، في عصابات بتتاجر بالأطفال دي أو بيبتدوا يبقى في شحاتين، تجارة الأعضاء كلها حاجات بتجيب فلوس، فيلا نعمل كده يعني. إهمال الأمهات، الأم هي اللي عليها العامل الأساسي، عشان ما بياخدوش إعدام، لازم ياخدوا إعدام على طول. حكم بإعدام الظاهرة دي هتختفي لو حصل كده. الأسباب إن ما فيش قانون بيرضى حاجة زي كده، ولو مسكوا واحد من اللي خطف دول وعدموه في ميدان عام محدش فيهم من التانيين هيخطف. سرعة وإعدام، ما فيهاش هزار يعني. أنا لازم أشوفه مش بيتعدم قدامي، بيتقطع. يا يتسجن مؤبد يا يتعدم. المفروض بميدان عام يتعلقوا كده، لا مية ولا أكل ولا شرب لحد ما يموتوا. ممكن نقول إعدام، دي نمرة واحد، ممكن نقول مؤبد، بس السرعة، السرعة في التنفيذ. لا إعدام، عشان ما حدش يعمل. حاجة نادية ومجدة، عايزكم تحكوا لي انتوا عملتوا ايه بعد ابنكم وياسر ومريم ما فقدوا؟ يعني خلاص عملتوا المحضر ولا الاسره اللي بيخطف منها طفل بتقعد تدور؟ بتدوروا ازاي؟ دورنا عربيات بالسور بميكروفون جميع النواحي اللي يمتنا وبره لحد ما بقى اسكندريه ناس تقول لك انا شفته في ايده شحات، رحنا ما لقيناش حاجه. لحد النادي الاهلي واحده اتصلت وقالت انا شفت في ايد واحد متسول، رحنا بردك ما فيش، كان مصوره لنا على المحمول ما فيش حد يصور لنا حاجه، كل اللي يقول لنا في الحته الفلانيه انا شفت نفس الولد تروح. يروح الرجاله عندنا يدوروا ويسالوا لحد ما راح في حته بعيده كده، لحد اهل القريه دي بقى يدوروا معاهم ويصوروا لهم الورق، والعمده بتاعت البلد بردك بقى معاهم، انا مش فاكره اسم القريه ايه بردك، ورجعوا ما فيش حاجه. ماجدة انتوا دورتي على بنتك ازاي؟ انا رحت للشيوخ، رحت الكنيسة. الشيوخ ايه؟ فتحت مندل ولا؟ مندل والشيوخ ضحكوا عليك وصرفتي فلوس بقى؟ صرفة 8.5 8500 جنيه؟ 8500 صرفاهم على الشيوخ وكنت مأجرة عربية اللي انا اسافر بيها اسافر بلاد عشان اشوف شيوخ. ما سبتش حتى، بقيت امشي في الشارع. سيبك من الشيوخ، دوري على اي دورت انا بمشي في الشارع زي المجنون. انا بقيت انزل كل يوم الصبح ادور زي المجنونه في الشوارع بتاعتنا، بقيت ابص على كل عيله، ولقيت واحده شبه بنتي بقيت اقرب منها قوي كده، لقيتها اكبر من بنتي، يعني هي كلها بنتي بس كبير. لحد اما جريت وراها عايز اعرف بيتها فين. تفتكر وان شاء الله ربنا يرجع لك بنتك بسرعه وياسر وقلب امه بسرعه يا رب، بس لو بعد كام سنه هتبقى فاكره ملامحها؟ يعني لو كبرت هتقولي هي دي؟ فاكراها، عمري ما هنسى. مهما كبر ربنا يكتب عليا اللي هي تبعد عنك ان شاء الله ترجع لك بسرعه انت وياسر. كلمني استاذ رامي الجبالي عن الحاله النفسيه للاسر اللي بتفقد اولادها وانت شفت ده. ببساطه الاسره اللي بيفقد منها طفل ده بيفقد يا من الاب يا من الام، فواحد فيهم بيتهم التاني بالاهمال حتى لو ما كانش اهمال. هو بيبقى شايف ان انت السبب او هي بتبقى شايفه ان هو السبب. يعني انت السبب او هو السبب. فالاتهامات دي في الاماكن الفقيره او في المحافظات اللي فيها صعيد وفيها الناس غلابه والعلاقات الاسريه بين الراجل والست ساعات بتوصل للضرب والاهانه، بتلاقيها الاسره انهارت. الاب ساب شغله بقى سارح زي ما بيقولوا بالبلدي كده، سارح بين المتروهات والقطارات ومحطات الاتوبيس وهايم على وجهه في القاهره وضواحيها واسكندريه وضواحيها جميع المحافظات، بيدور في وشوش المتسولين واللي ماشيين بمناديل على وش ابنه، فحالته الاقتصاديه بتنهار وشغله بيروح لو كان موظف في شركه،
وعلاقته بمراته بتنتهي تقريبا، وحتى في أسر رجعت لهم ولادهم وما زالت علاقتهم الأسرية فيها شرخ. العلاقة نفسها حتى بعد العودة، ما هو ضربني، ما هو شتمني، أو ما هي شتمتني، ما هي ضرب، ما هي قالت لي أنا عايز أتطلق، ولا أنا مش طايق أبص في وشك، ولا يعني مش كده. فرحة عودة الطفل المخطوف دي تخلي العلاقة بين الزوجين كويسة؟ ما أنا اتهنت منك، ما أنت ما سمحتنيش، أو ما أنا اتهنت منك أنت ما سمحتني. يعني أنا مش بعرف أبرر ده، بس أنا أعرف أتفهمه. يعني ما أعرفش أقول هو ليه ضربها، مش عارف هو ليه ضربها من حب في الوقت ده. في طبقات الدنيا لو طلعنا شوية، لا في ما بقى المشكلة التانية إن الخطف في الطبقات العالية شوية أغلبه بيبقى بطلب فدية، فالموضوع بياخدش كتير، وده اللي بيرجع دايما. يعني طلب الفدية ده الولد ده على طول بيرجع، الولد القصة بتاعته فدية على طول بيرجع. أنا عايز برضو في الحتة دي أحكي لك من ضمن الحاجات اللي بيعانوا منها، يمكن هم ولاده مش مخطوفة من فترة كبيرة، أو مش مختفية أو متغيبة من فترة كبيرة، بعد شوية بقى بيجي نصب. بقى النصب يبتدي من أول الدجالين لغاية الناس اللي بتكلم في التليفون وتقول لهم ابنكو عندي، لغاية الناس اللي بتقول لهم أنتوا ابنكو متبنى عند أسرة وأنا السواق بتاعها، ويطلب فيه يبعتي لي 1000 جنيه وبعتي لي 500 جنيه رصيد وحولي لي نصب مرعب. معرفش جالك؟ جالي، اتصلت بواحد قال لي بعتي لي كارت ب 500 جنيه. بص استغلال بقى. قال لي بعتي لي كارت ب 500 جنيه وانا اقول لك بنتك فين. طب تعالوا نشوفوا الفيديو ده مع بعض او التقرير ده مع بعض. اتكلمت كتير ومحدش وقف جنبي. طلع في الشارع طلع لي فيلم. طلع في الشارع وعايش حياته وبيشوفه ويضحك في وشه وعلى غيظ بقى بيغيظه ولا ايه اللي حاصل. الولد بقى اهلنا هنا كلهم بقوا مرعوبين منه. العيال الصغيره بتوع العيله خايفين منه جدا، خايفين ينزلوا الشارع. مطالبك ايه؟ انا نفسي يتعاد المحاكمه. انا المفروض كان يبقى ليا حق اني اعمل استئناف واعمل اعاده الحكم تاني، واعرف ليه هم ادوله سنه واحده بس بعد كان اربع قواضي، بعد ما كنت سائله ان هو هياخد اقل حاجه 15 سنه. انا مش عارفه ليه هو عمل كده. ثبتوا لي بقى الصوره يا شباب في التقرير اللي فات ده. ولد تم خطفه علشان ايه؟ تجاره الاعضاء، يعني شرحوه يبيعوه قطع غير بشريه. العصابه اللي خطفته وهي جايه تبيعه اكتشفوا ان هو غير صالح، يعني ما ينفعش، اكبر من السن اللي هم عايزينه، يعني هم عايزين سنه معين. فالعصابه اللي خطفته او الخاطف عملت ايه؟ الصوره قدامك اهو، الولد اللي لابس ازرق ده. جه الخاطف راح دفنه حي وراح ماشي. الولد يعني زي ما انتم شايفين اهو اصاباته، نجح ان هو ينقذ نفسه ويطلع من القبر اللي اتدفن فيه وهو حي. قصته الولد ده نظرناه وقتها، فطلع وجابوا، قدر الولد المخطوف ده اللي هو الميت الحي بعد ما طلع من القبر قدر يستدل على الخاطف، والخاطف راح للمحكمه اتحكم عليه. عارف بكام يا استاذ رامي؟ سنه مع ايقاف التنفيذ. يعني طبعا ده صعب، ده غير كده بقى بيهدد اسره هذا الشاب او الطفل المخطوف. دي قصه حصلت، عصابه خطف الطفل تبيعه قطع غير بشريه، طلع انه ما ينفعش. يعمل ايه؟ مش يسيبه؟ لا ما يسيبوش، قرر يدفنه حي، دفنه حي. الولد قدر ينقذ نفسه، ضربه جامد جدا. المهم ايه اللي حصل في الاخر؟ انه لما راح مثل امام القضاء خد سنه مع ايقاف التنفيذ وطلع. مش طلع، ما هو ما اتحبس يعني. طب المفروض ياخد اعدام ده رامي ولا ايه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه يمكن ما قلناهاش قبل كده. القصه بتاعت الولد ده قبلها بفتره كلمنا والد طفل مخطوف كان يأس او يئس من الوصول لابنه عن طريق الطرق الشرعيه، فالراجل عمل نفسه محتاج كليه وابتدى يجري في الخط بتاع تجاره الاعضاء ده يوصل لاي حد يعرف يوصله باولاده كده. الراجل ده توصل لناس، الناس دي فيهم حد قال له على فكره ابن حضرتك واحد ممكن يكون واحد من مجموعه اطفال هتتحرك النهارده من الفيوم على 6 اكتوبر في اتوبيس رحلات، وادانا رقمه، وهيروحوا من الفيوم ل 6 اكتوبر
المكان اللي فيه الولد ده. انا هقول لك الولد ده كان فين. ل 6 اكتوبر في منطقه اسمها ابني بيتك. في بيت مفهمين البواب اللي مأجرين عنده الشقه ان احنا اطفال هنجيب اطفال من دار رعايه المجاري ضرب عندهم. نعم. والراجل بلغنا, راجل غلبان يعني فقير يعني. فالراجل لما بلغنا كلمت انا مجموعه, انا اخواتي الاثنين ظباط, فكلمت سالت اخواتي ممكن نكلم مين في الحكايه دي. فكلمنا الضابط, كلمت ضابط بلغته بالحكايه وقلت له في كذا 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 والموضوع سبته عنده يعني ما اعرفش عمل ايه. بعدها باربع خمس ايام ظهر الولد ده اللي احنا عرضنا الفيديو بتاعه. اخد مداخله محسن من القاهره ثم ام محمد. محسن اتفضل. السلام عليكم. سلام ورحمه السلام الله. السلام عليكم. ايوه اتفضل. حضرتك انا محسن عطيه بشتغل موظف التلفزيون. اختي قاعده في القاهره الجديده, بنتها الصغيره اتعرضت لعمليه خطف الاسبوع اللي فات. كل سطر ربنا انها اشتغلت لنفسها وتشتري الحاجه وخدت البنت من ايد الولايه اللي كانت هتخطفها. الست اللي بتخطف ديت مرقبه وجسمها مليان وبيضه وعينيها ملونه. طبعا انا لما عرفت المعلومه ديت اتصلت النهارده امبارح بالليل بلجنه الطف. الراجل للاسف موظف روتيني بيأدي روتين بس. يقول لي اتصل بالشرطه. انا هنا جاي بس بسمع بس نجده الطفل لكن ما بحلش ازمات. احنا مش جهه تنفيذيه. طبعا انا ما عنديش تليفون ارضي. اتصلت بالتليفون اللي هو 122 المفروض شرطه النجده تطلع عليا. للاسف بس رساله ان هذا الهاتف خارج الخدمه. طب اعمل ايه؟ اتصلت ب 141 دليل. قلت لهم يا جماعه ادوا لي نمره التليفون شرطه التجمع الاول في القاهره الجديده عشان حتى اكلم حد. للاسف الراجل قال لي طب لحظه واحده هتقفل في وشي. فيا جماعه ما فيش حد بينفع حد. وطول القوانين عندنا قوانين خايبه كل يوم بتطلع قوانين. اشكرك محسن. ام محمد من القاهره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الو السلام عليكم. انا عندي مشكله لو سمحت. اتفضلي. هتفضلي بسرعه بس يا ام محمد. انا جوزي شغال في شرطه قسم حلوان. جوزي شغال في قسم حلوان. نعم. ومتغيب من يوم 22 رايح تشريفه وما رجعش. عنده كام سنه؟ رحنا عنده 41 سنه. ورحنا سالنا عليه في اسم حلوان قال لي وما حضرش التشريفه وما جاش. امين شرطه؟ ايوه امين شرطه. اشكرك يا ام محمد. يعني ده امين شرطه مخطوف. امين شرطه مخطوف يعني مش اطفال بس. حاجه ناديه عايزه تقولي ايه واحنا بنختم الحلقه؟ على حزب الله ونعم الوكيل. نعم حزب الله ونعم الوكيل. مين اللي المفروض يدور على طفلك ويرجعه؟ المسؤولين. امال احنا انتخبنا الرئيس ازاي وانا ما اعرفش حاجه. هم اللي عرفوهم كده وشغلهم. وخلي بالك طول ما الدنيا غاليه كده طول ما الدنيا كل ما العيالنا هتتخطف. طول ما ايه؟ طول ما الدنيا غاليه كده طول ما عيالنا احنا هتتخطف. عشان عايزين فلوس صح زي ما هي بتقول. ما هي ما هو لو الخاطف كان عايز فلوس من خطف مريم كان اتصل بيه. ما هيبيع اعضائها. ما الاعضاء دي بفلوس. انا ياخدوا مني اعضاء ويسيبوا لي. يعني شايفه الفقر السبب في الخطف؟ الفقر السبب في الخطف في ده. احنا كنا زمان ما كانش في خطف قوي كده. طيب لو الخاطف شايف اللي خطف مريم بيتفرج علينا دلوقتي تقولوا له ايه؟ ان شاء الله حسب الله ونعم الوكيل. ولو عايز مني حاجه ياخدها مني انا ويسيب بنتي. وانت؟ انا اقول له حرام عليك انا ما اذيتكش في حاجه عشان انت اذيتني الاذى الكبير ده. ايه القانون اللي لازم يتعدل في خطف الاطفال؟ ال 24 ساعه ده قانون لازم يتعدل. القانون بتاع الخطف بتاع الذكر اللي يعني بياخد طفل وينتهكه جنسيا ويعاقب زيه زي الخطف طفل عادي. الخطف بوجه عام كله جريمة تستدعي الإعدام. ده من وجهة نظري الشخصية. واللي أنا شايف إنك هديت أسرة دمرت حياة مجتمع. بشكرك أستاذ رامي فوزي الجبالي مؤسس حملة أطفال مفقودة. شكرا لحضرتك. تحت عمرك. بشكرك ماجدة فتحي والدة مريم طفلة مخطوفة. يا رب ترجع لها خلال الساعات القليلة القادمة. بشكرك ماجدة. بشكر نادية محسوب والدة ياسر الطفل المخصوص. ربنا يصبرك ويرجعك. حلقة انتهت معاكم. بكرة حلقة جديدة من المصرف الفني 360. سلام عليكم.